طيب حنبلش هلا. بداية بحب أعرفكم عن حالي، مريم القصار، طالبة سنة خامسة كلية هندسة معلوماتية اختصاص هندسة برمجيات. هلا بداية حأحكي لمحة عن الفوتوشوب وأهميته بالنسبة لكل حدا فينا. هلا ممكن للوهلة الأولى أي حدا فينا يقول إنه الفوتوشوب بما إنه هو له علاقة بالتصميم فهو بهم جماعة التصوير الفوتوغراف. طيب هذا الحكي كان من زمان فعلا انه بس هدول الجماعه، هالفئه من الناس فعلا هي تهتم بالفوتوشوب بما انه هي بحاجه لانه تعدل على صور، تطبق صور، تدمج صور، مثلا تعدل على اضاءه صور. بس بالفتره الاخيره بلشنا نلاحظ انه لا، انه اي حدا فينا صار فعلا بحاجه للفوتوشوب. طب كيف وشلون وليش؟ مثلا اي حدا فينا كطالب، مثلا طالب هندسات مثلا معلوماتيه او اي شيء، هو عنده مشروع عاده بيشتغل فيه. طيب هذا المشروع عاده بيكون له واجهات. ابسط شيء انه احنا ما لنا مضطرين احنا لحتى نحط صور لهي الواجهات ونروح نجيبها من النت ونشتغل عليها وتطلع دقتها مو ظابطه واصلا مو مثل ما بدنا اياها احنا. لا احنا ليش لحتى نبتكر شيء ناخذ شيء اصلا ما بيناسبنا؟ لا، بنروح بنفتح برنامج الفوتوشوب وبنصمم شيء اللي احنا محتاجينه فعلا وبنحط مثل لمسه سحريه على المشروع تبعنا، وبالذات انه اول شيء بيلفت النظر دائما تصميم اي مشروع. طيب مثلا جماعه تطوير الويب كثير بيحتاجوا الفوتوشوب بشغلهم، بيحتاجوا مثلا بدهم يصمموا بانر لموقعهم، فهن اكيد بحاجه لفوتوشوب. بدهم يعدلوا مقاسات صوره، بدهم مثلا عندهم تدرجات لونيه معينه، هن بحاجه ليحصلوا على هي التدرجات. اكيد هن قد ما كانت نظرتهم ثاقبه يعني وبيقدروا يحصلوا على درجه اللون ما حيحصلوا عليه بنفس النسبه اللي حيعطيهم اياها الفوتوشوب. طب بيجي حدا بيقول لي انا لا لي من هدول الجماعه ولا لي من هدول الجماعه، طب انا شو جاي اعمل هون؟ ببساطه اكيد اي حدا فينا مثلا بيتصور. طيب ليش احنا حتى اذا بدنا نعدل على صورنا نروح لعند شي حدا بيعرف؟ ومثلا انا محجبه ما بقدر اعطي صورتي لحدا وما بعرف شو؟ لا خلاص، انا بروح بتعلم على الفوتوشوب وبصير بعدل على صوري لحالي وما لي بحاجه لحدا. طيب هلا بدايه بس رح احكي الصور الفوتوشوب شو بيتعامل. الفوتوشوب وقت منصمم عليه الصور بيعتمد على مبدا البكسلات، البيت ماب. طب هلا احنا اذا رحنا زومنا عنا هي الصوره، رحنا زومنا عليها، شو راح يصير اخر شيء بعد ما نزوم؟ حنحصل على هذا الشكل. حدا من جرب يجيب صوره ويزوم ولاحظ هي المربعات اللي عم تطلع؟ طب هي المربعات شو هي اللي عم نشوفها قدامنا؟ قال هي بكسلات. طيب شو يعني بكسل؟ البكسل هو عباره عن مربع وقت منزوم كثير على الصوره بيطلع معنا، هو عباره عن ثلاث الوان، ار وجي وبي، ريد وجرين وبلو. طبعا كل لون من هدول الالوان الثلاثه لما عم يتغير بنسبه من 1 ل 0 ل 255 النسب تبعتهم عم يعطيني لون على الشاشه. مثلا اذا انا كان عندي الازرق 0 والاخضر 0 والاحمر 0 رح يطلع عندي على الشاشه لون اسود. طب اذا كانوا 255 كلهم النسب رح يطلع عندي لون ابيض. طيب اذا كان عندي مثلا بس الاحمر 255 وهدول صفار رح يطلع عندي لون احمر على الشاشه. طيب احيانا بنشوف صوره هيك بتكون دقتها، نحصل على صوره هيك بنلاقي صوره مثلا دقه كثير عاليه وصوره دقتها منخفضه. طيب نحن بجوز نقول طيب ليش هيك عم نشوف صور دقتها كثير باهته، دقتها كثير عدم؟ يعني لانه هي الصوره عدد بكسلاتها قليل. وقت بيكون في عندي صوره عدد بكسلاتها كثير قليل بصير عندي بيطلع مربعات بهذا الشكل. هلا هي الصورة عدد بكسلاتها كثير كبير فهي بدون ما اعمل زوم عليها كثير واضحة، بس إذا زومت عليها رح أحصل على هيك شكل بالنهاية، يعني بجوز مو مثله بس رح أحصل بالنهاية على مربعات. طيب إذا أنا عم صمم مثلا لوجو ومثلا ما بدي يطلع هيك مربعات عندي، فأنا معناها لازم أرسم رسم شعاعي. هلا هون رح يطلع عندي عندي بأنظمة الألوان نظامين، نظام البيت ماب ونظام الفيكتور. طب شو الفرق بيناتهم؟ قال البيت ماب بنتعامل بالفوتوشوب بالبيت ماب. كل شيء رسم عم يكون رسم بيكسلات. فينا نرسم فيكتور بالفوتوشوب، بس في برامج متخصصه لحتى ترسم فيكتور. هلا لاحظوا الفيكتور هون ولاحظوا هون البيت ماب. الفيكتور هون قد ما زومنا عليه عم نحصل على دقه كثير عاليه، بس بينما البيت ماب بالنهايه انا حوصل لدرجه انه احصل على مربعات بيكسلات، حشوف بيكسلات قدامي ورح تروح ملامح الصوره عندي. طيب نحن امتى بنعرف اذا بدنا نرسم رسم شعاعي ونحصل على دقه عاليه، وامتى بدي ارسم انا استخدم صور ويطلع عندي بكسلات؟ قال انا مثلا اذا كنت عم صمم صور للكمبيوتر
خليني اشتغل على البيت ماب، والبيت ماب اشتغل عليها بالفوتوشوب. قال طيب انا لا بدي صمم مثلا لوجو. هلا ممكن تقولوا لوجو صغير، طب ليش انا ما ارسمه مثلا كبيت ماب؟ فيكم ترسموه كبيت ماب بس كفيكتور افضل. طيب ليش؟ قال اللوجو ممكن انا مثلا اضطر بلحظه من اللحظات مثلا انه انا بدي شطه كثير وكبره كثير مثلا لحطه على شيء بوستر مثلا، بدي اياه كثير يكون واضح. طيب اذا انا كنت مصممته كبيت ماب واجيت كبرته شو راح يصير؟ راح تبلش تطلع عندي بكسلات. طيب اذا اجيت صممته كفيكتور بحصل عليه بدقه عاليه. طب اذا انا بالاساس مصممته كبير كبيت ماب فححصل عليه كمان بدقه عاليه، بس انا لسبب ما اضطريت صغره. طيب هي عمليه التصغير عم تشوه الصوره. يعني انا اذا مصممه صوره كبيت ماب وعم كبر وصغر كبر وصغر كبر وصغر، حوصل لمرحله انه خلص الصوره حتفقد ملامحها. فمشان هيك باللوجو بفضلوا يتصمم كفيكتور مشان يكون معي اريحيه، قد ما كبرت وقد ما صغرت انا ما عندي مشكله. طب البيت ماب احنا امتى بنستخدمه؟ قلنا مثلا اذا انا عم بشتغل صور للكمبيوتر بستخدمه كبيت ماب. كمان مثلا اذا عم صمم انا مثلا كروت او بروشور مثلا او شيء، هدول مقاساتهم واضحه. انا مثلا ماني مضطره بعد ما صممته اروح كبره او صغره او مثلا خلي الصوره تفقد ملامحها، لا خلص انا صممته بهذا الشكل بابعاد صفحه مثلا كذا رح يضل مثل ما هو، ما حقدر العب بحجمه، فخلص بصممه كبيت ماب. طيب انا لشو فيني استخدم الفوتوشوب؟ قال انا بالفوتوشوب فيني احصل على هيك شيء. اقعد عشان بدي اشوف. انا بالفوتوشوب فيني احصل على هيك شيء، على هيك شكل مثلا. هذا الشكل مصمم على الفوتوشوب. مثلا انا بروح بجيب فراشه معينه بعمل هي التوشيحات اللي احنا شايفينها وبقدر صمم هيك شكل. طيب قال كمان انا فيني ادمج صور مع بعضها. لاحظوا مثلا اذا عندي صوره طبيعه بدي ادمجها مع صوره ماروكو وبدي اطلع صوره ثالثه، ففيني بالفوتوشوب اعمل هيك شيء. طيب اذا مثلا عندي صوره كثير قديمه بدي اعمل لها ترميم ولونها، كمان فيني على الفوتوشوب استعيد الصور القديمه. طيب كمان انا بحاجه لبوستر بدي صمم بوستر، فكمان على الفوتوشوب فيني اشتغل بهذا الشيء. بفتح بوستر بالاحجام اللي بدي اياها وبلش شغل ورح تنطبع بالدقه اللي انا بدي اياها. هذا بوسترنا بالسنة الثالثة كان جايب أعلى نتيجة تصويت بس للذكرى يعني. طيب مثلا بالويب سايت أنا فيني كمان أشتغل على الفوتوشوب وعدل على الصور، أحصل على تدرجات لونية، عدل صور، شو ما بدي بقدر أعمل. طيب قال الفوتوشوب أنا فيني أدمجه مع برامج ثانية؟ قال إيه. قال أنا إذا رحت دمجت الفوتوشوب مع برنامج الفلاش مثلا بحصل على شخصيات متحركة. مثلا أنا رحت جبت هي الشخصية رحت قطعتها على الفوتوشوب لإيدين ورجلين، قطعت الأجزاء صغيرة ورحت باستخدام الفلاش بلشت أوصلهم، فبالنهاية رح يطلع عندي شكل عم يتحرك. لاحظوا هدول الغضاريف هنا اللي حيحركوا لي الشخصية اللي عندي بالفلاش. فمعناها أنا فيني أدمج الفلاش مع الفوتوشوب بطلع شخصيات متحركة مثلا. بعد ما طلعت هي الشخصية مثلا بروح بحطها باليونيتي بطلع ألعاب وحركات وقصص. طب هلا حنشوف فيديو مصممين فيه اشكال على فوتوشوب طبيعه، حاطين تطبيق صور مع بعضها طالع عندي شكل طبيعه بالنهايه. هلا هون عم يجيبوا صور وطبقوها مع بعض ليطلع معه بالنهايه منظر. بالنهاية رح يطلعوا شكل طبيعي ما كان موجود من قبل بالصورة الأساسية. للمنظر اللي عندهم
هلا هدول صار عندي طبقات هون، هلا رح نحكي فيهم لقدام شوي. هلا نحن ممكن نلاقي بأزياد جاهزة فيها هيك أشكال، لاحظتوا هن الصور اللي عم ياخذوه هون ويحطوهم، ياخذوا مثلا الضباب تبع هي الصورة، مثلا ياخذوا البناية تبع هي الصورة، ياخذوا أي شيء. نحن بنلاقي على الفوتو، بنلاقي على النت هيك في بأزياد جاهزة فينا ناخذ هي الأجزاء اللي نحن بدنا إياها. لاحظتوا الشكل اللي بلشوا فيه لون وصلوا؟ هنا ما عم يعملوا شيء، بس عم يجمعوا صور فوق بعضها ويقيموا الشيء اللي ما بدهم اياه ويحتفظوا بالشيء اللي بدهم اياه. طيب هلا ورشتنا شو رح تتضمن؟ هلا اول شيء رح نحكي عن اساسيات الفوتوشوب، بعدين رح نحكي عن الادوات اللي موجوده بالفوتوشوب، ورح نحكي كيف ندمج صور مع بعضها وكيف نستعيد الصور القديمه، ورح نحكي لمحه عن الانيميشن، ورح نحكي عن الفلاتر. طيب هلا انا حبلش بالفوتوشوب عندي. هلا وقت حنفتح واجهه الفوتوشوب حنشوف هيك شيء. هلا ممكن البعض يشوفها فاتحه حسب ما هو عم يلعب بالسيمات تبع الفوتوشوب. هلا اول شيء عندنا بالفوتوشوب هون عندنا شريط الادوات، فوق عندنا شريط القوائم. هلا اذا انا اخترت اي اداه من هالادوات رح احصل على شريط الخيارات اللي هو تحت شريط الادوات. هذا بيتغير حسب كل 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 اداه انا عم بختارها عم يتغير شريط الخيارات. وهون رح يكون عندي شريط الالواح، طبعا نحن حنحكي بكل وحده بالتفصيل ان شاء الله. طب هلا انا اول شيء بالفوتوشوب اذا بدي افتح فايل جديد وبلش شغل كيف بفتحه؟ قال في عندنا هون من فايل، في عندنا نيو، بيفتح عندي بدي افتح ملف جديد. طيب هلا بهي القائمه عندي انا عندي بالنيم، اول شيء بروح بحدد اسم الملف اللي عندي، فيني خليه مثل ما هو وانا وقت بدي احفظ اخر شيء الشغل بغيره، او فيني من هون عدل عليه. طيب قال البريسيت شو هي؟ قال هي بتروح بتعطيني قياسات صفحات بدقة ومقاسات هي محفوظة عندهم. كيف يعني؟ طب إذا اخترنا هلا الانترناشونال بيبر، قال رح نلاحظ هون إنه عندي أنا بالسايز مقاسات الصفحات اللي إحنا بنعرفها، الـ A4 والـ A6 والـ A5 والـ A3، هدول كلياتهم أنا ماني مضطرة أروح جيبهم من النت، لأنه هو أصلاً الفوتوشوب حافظ لي إياهم، فأنا مشان ما أروح أدور على الفوتوشوب مثلاً بدي أصمم صورة بأبعاد A4 بدل ما أروح أدور عليها بالفوتوشوب وأعرف أبعادها. خلص انا بختارها من هون A4 وبيطلع لي الويدز والهاي اللي عنده اياها. طيب بنلاحظ قدامهم انه في عندي انا شو الواحده، شو وحده القياس. هلا في عندنا مليمتر هو اخذها، فانا اذا حبيت اخذها كبكسل مثلا فلحاله هو غير لي الويدز والهاي حسب البكسل. في عندنا هون الريزوليوشن الدقه تبعها، بنلاحظ عندنا اياها بكسل على انش، يعني في عندي 300 بكسل بكل انش، فهي الدقة أنا إذا لعبت فيها طبعاً رح يكبر حجم الفايل اللي عندي. إذا لاحظنا هون بالإيمج سايز أنا عندي حجم الفايل، يعني هلأ هو الفايل لسه ماني عملت له شيء فحجمه 24 ميجا، طبعاً إذا لسه اشتغلت عليه رح يزيد حجمه. طيب الكلر مود أنا هلأ هون عندي إياها RGB. طيب أنا إمتى مثلاً بختار RGB، إمتى مثلاً بختار CMYK؟ قال أنا إذا كنت عم بشتغل بصورة للجهاز عندي فحأختار RGB،
بس اذا كنت انا هي الصوره اللي عندي بدي مثلا اروح صدرها مثلا مشان اطبعها، فانا رح اختار سي ام واي كي. طبعا السي هي السماوي، الام هي الماجنتا الزهري، الواي هي يلو اصفر، والكي هي بلاك. هي الالوان اللي بتتعامل معها الطابعه. فانا هون بشتغل على هذا المود وبصدر الصوره مشان الطباعه. طيب الباك جراوند كونتنت شو هي؟ قال اذا حطيتها وايت رح يطلع عندي الملف لونه ابيض. طيب اذا حطيتها باك جراوند فرح يطلع عندي بلون الاماميه اللي انا محددته هون. لاحظوا هون في عندي انا لون اماميه ولون خلفيه. هلا لون الاماميه عندي رح يطلع مدري شو لونه هذا، ولون الخلفيه ابيض. فبالباك جراوند رح يطلع عندي اللون الاماميه اللي انا محددته عندي. طيب قال انا مثلا بحب اشتغل على ابعاد دائما محدده، مثلا عندي ابعاد دائما بشتغل عليها مثلا 1500 وحابه دائما احفظها. مثلا هال 1500 سهل تنحفظ، بس مثلا اذا 1200 ومدري قديش على 1300 وما بعرف قديش، قال انا ماني مضطر احفظ هذا الرقم، فيني روح انا حطه هون. طبعا اول شيء بدي احدده كاستوم مشان اقدر انا احط الابعاد اللي بدي اياها، ما بدي اياها مثلا بابعاد عالميه هن حاطين لي اياها، فانا رح احطها كاستوم ورح روح احط الابعاد اللي بدي اياها. مثلا بدي اياها 2480 كعرض و 3508 كارتفاع. رح اعمل لها سيف بريسيت. هلا اذا حفظتها رح يقول لي حددي الاسم اللي بدك اياه. مثلا اذا انا حددته مثلا بابعاده نفسها، وقت اعمل اوكي وقت اجي افتح المره الجايه رح روح لاقي حفظ لي اياها هون، حفظ لي اياها بالابعاد اللي انا عاده بشتغل عليها. طيب هلا حنفتح ملف. طب رح اخذ هلا صوره بابعاد 1500. طب بس حناخذها هلا وايت ونشوف. فتح لي هلا ملف بهي الابعاد. طيب هلا انا اول شيء بالفوتوشوب شو بحتاج عاده؟ اول شيء بحتاج تحديد، فوتوشوب بلا تحديد ما فيني اشتغل عليه. طيب انا عندي عندي بادوات، لا لحظه شوي قبل احكي عن التخزين. انا اذا عندي هي الصوره وبدي اخزنها، حنجيب صوره مثلا وبدنا نخزنها. طيب انا اذا عندي هي الصوره مثلا وبدي احفظها، فانا عندي وقت بعمل سيف از رح يطلع عندي هون الفورمات اللاحقه اللي انا بدي اخزن فيها. طيب انا كيف بدي اعرف اللاحقه اللي بدي اخزن فيها؟ مثلا احنا هلا شفتوا الفيديو اللي شفناه، لاحظنا انه في على جنب لايرات عم يشتغل عليها، هي الطبقات رح نحكي فيها هلا لقدام. قال انا اذا بدي احفظ مشروعي بحيث ارجع بعد فتره وكمل عليه شغل، قال بخليك بي اس دي، بي اس دي حيحفظ لي اياها كطبقات ورح يضل يعني رح يضل بحيث اني اقدر ارجع اعدل عليه. فانا مثلا هلا هون رح روح اعمل طبقتين بس لحتى نشوف. هون عندي صار عندي طبقتين والباك جراوند، رح روح خزنه كبي اس دي. هي خزنته كبي اس دي. اذا سكرت الفوتوشوب ورجعت فتحته رح لاحظ انه رجع لي الطبقات مثل ما هن، يعني حتى اذا انا مطبقه عليهم تاثيرات رح يضلوا هدول التاثيرات عندي مثل ما هن. طيب قال مثلا انا عم بشتغل على صوره، تذكروا هلا هون وقت حكينا انه نحن في عنا هون المود، فانا اذا كنت عم بشتغل على صوره ترانسبيرنت، شو يعني ترانسبيرنت؟ نحن كلياتنا بنعرف اللوجو، انه اللوجو وقت نحن بنحطه باي صوره اللوجو بيكون ما في له خلفيه، يعني بس الاجزاء الملونه عم تطلع عندي، يعني اكيد ما حروح احط لوجو مصمم وحواليه اطار ابيض مثلا. فانا هون اكيد بدي احط الباك جراوند ترانسبيرنت. طيب ترانسبيرنت رح تطلع عندي شكلها مثل شكل ورقه الشطرنج. فانا وقت يكون عندي هذا الشكل وبدي احفظ الصوره كلوجو مثلا او كضل محتفظه بالشفائف اللي فيها، فانا اجباري اللاحقه اللي بدي احفظ فيها الصوره بدي احفظها كبي ان جي. فانا هون اذا بدي اجي احفظ صوره مثلا عندي هي الصوره نفترض مثلا كان عندي هي الصوره اللي فيها شفائف مثلا، هي الصوره لاحظوا هي ما لها خلفيه، هلا بنشوفها اصليه. عندي هي الصوره، فانا اذا بدي احفظها تحتفظ بالشفائف تبعها، فانا بحفظها كبي ان جي. قال في عندنا هون بي ان جي، هي بي ان جي. فهي لاحظت البي ان جي حتخلي الصوره محتفظه بالشفائف تبعها، فوقت اجي احفظها رح تضل محتفظه بالشفائف تبعها. وقت اجي افتحها لاحظوا ما طلع حواليها اطار ابيض. طيب قال انا بالغلط عم بشتغل على صوره وانا عم بشتغل عليها
وانا عندي يعني انا محدده بالوقت عامله ملف محددته ترانسبيرنت، بس رحت بالغلط حفظته كجي بي جي، شو حيصير معنا؟ شوفوا شو راح يصير معنا، لزق لي وراها اطار ابيض. ليش؟ لانه اصلا انا لحتى ادعم شفائف اتفقنا انه حخزنها كبي ان جي، فانا اذا خزنتها خلاف ذلك راح يطلع عندي اطار ابيض. طيب قال مثلا انا انت بخزن جيف، كلياتنا سمعانين بلاحقه جيف، بس انت من خزن جيف. قال اذا انا كنت عم بشتغل كانيميشن مثلا بروح بخزن كجيف مشان يطلع عندي وقت شغل الصوره على المتصفح يطلع فيها حركه، فمعناها انا بالصور المتحركه وقتنا نحكي هلا لقدام بالانيميشن رح نعتمد لاحقه جيف. طيب هلا جيف مثلا اذا بدي خزن صوره انا بدقه منخفضه، فانا هون حكون طبعا جيف بيمشي حاله لصور ثابته ولصور متحركه، يعني انا اذا عندي صوره ثابته فيني خزنها كجيف وعادي ما بياثر عندي. بس شو الفرق الجيف عن الجي بي جي؟ كثير احيانا بنشوف لواحق جي بي جي بتختلف بالدقه، يعني مثلا انا اذا عندي صوره مخزنتها كجي بي جي رح تكون دقتها اعلى من دقه صوره مخزنه كجيف، لانه الجيف اصلا هي بتعتمد بنظام الالوان تبعتها على 256 لون بس، بينما الجي بي جي بتعتمد على 16 مليون لون، فبتفرق هي معي بالدقة. طيب قال أنا مثلا عم بشتغل بشي موقع، ونحن بنعرف إنه بالمواقع اللي عنا إجباري لازم تكون عندي الصورة، يعني ما تكون الصورة كتير حجمها كبير وبنفس الوقت ما لها فائدة دقتها. ليش؟ لأن إذا كان صورة حجمها كتير كبير راح تطول كتير لتتحمل، راح يصير عندي بطء كتير بتحميل الموقع، وكمان ما تكون دقتها عدم لأنه حتنزع لي المشروع تبعي. طب إحنا هلأ حناخد صورة ونخزنها تخزين عادي وارجع خزنها بطريقه اني اقلل الدقه تبعها واقلل حجمها بس ما اضرب دقتها. بالفوتوشوب في عندي هيك خيار. طب انا رح اخذ مثلا هي الصوره، طيب رح اخذ هي الصوره، رح اخذ هي الصوره ورح اشوف حجمها، حجمها 59 كيلو، رح خزنها هلا كويب. لاحظوا انا هون وقت اختار الجي بي جي رح العب بالكواليتي تبعها، رح خفف الكواليتي تبعها بحيث ما انزع الدقه تبعها. لاحظوا هون عم يعمل لي معاينه للصوره، فانا مثلا رح اقللها مثلا لل 14، ما انضربت دقتها عندي، لساتها محافظه على دقتها، رح اعمل لها سيف وححطها على سطح المكتب وشوف قد ايه صار حجمها. لاحظوا هون قد ايه صار حجمها؟ صار حجمها 17 كيلو، قد ايش كان حجمها؟ قد ايه كان حجمها؟ كان حجمها 59، نزلت لل 17، ولسه اذا بدي انزلها فيني انزلها. في بعض الصور اللي بتكون دقتها كثير عاليه فيني اقلل الكواليتي لصفر وما بتنضرب الدقه تبعها، ولاحظتوا كيف نزل حجم الصوره كثير كبير. فمعناها انا اذا بدي احفظ صوره لويب في عندي هذا الخيار وبحفظها له. ادوات التحديد بالفوتوشوب. طيب نحن هلا بالفوتوشوب احيانا بيكون عندنا صور هيك. طيب انا هي الصور لحتى احددها فيني احددها بادوات تحديد هندسيه. بالفوتوشوب في عندنا نحن ادوات تحديد للمربع او للدائره او مثلا لسطر من البكسلات او عمود من البكسلات، فانا هذا الشكل ماني مضطره اروح احدده بادوات التحديد العاديه، ففي عندي ادوات تدعم لي اني اقدر احدد مربع او دائره. طيب اذا كان عندي هذا الشكل، قال هذا الشكل ما له شكل هندسي يعني، معناها بده ادوات خاصه. كمان في عندي ثلاث ادوات لحدد هذا الشكل رح نشوفهم هلا. طيب اذا كان عندي هذا الشكل، راح ما شفته. طيب اذا كان عندي هذا الشكل لسه هاد ادق من هاد، كمان في عندي ادوات لتحديد هيك اشكال. طيب رح نتعرف هلا عليهم واحد واحد ونشوف شو الفرق بيناتهم. طيب هلا هون في عندنا اللي احنا بنلاحظ في عندنا بلوح الادوات في عندنا ادوات التحديد الهندسيه اللي هلا حكينا عنهم، اللي هن مربع او دائره مثلا او سطر من البكسلات او عمود من البكسلات. طيب نحن هلا حنختار مربع. انا عندي هذا الشكل بدي احدد مثلا مربع منه. اذا اجيت عملت هيك بنلاحظ انه التحديد بيطلع هيك مثل خطوط عم تمشي، مثل النمل فينا نسميه. بنلاحظ فوق عندنا بشريط الخيارات اللي حكينا عنه قبل شوي انه في عندنا هون اربع مربعات. طيب هدول الاربع مربعات شو فرق كل وحده عن وحده؟ لاحظوا هلا في عندنا اول مربع اسمه نيو سيلكشن، شو بيفرق عن الباقي؟ انا عملت تحديد على الصوره، رحت رجعت عملت تحديد ثاني، لاحظوا شو عمل لي؟ طير لي التحديد القديم. قال اذا انا بدي الغي التحديد بالكنترول دي بلغي التحديد اللي عندي. في عندي كنترول دي او باللاير دي، في عندي بالسيلكت في عندي شيء اسمه دي سيلكت بلغي فيه التحديد، هو اختصاره كنترول دي. انا رح سكر الصوره ورد ارجع افتحها مشان يروح هذا التحديد لانه ما عم يروح عندي.
اتفقنا كنترول دي بروح لي التحديد القديم. طيب هلا انا اذا كان عندي هذا التحديد وبدي اجمع تحديد ثاني معه كيف؟ قال في عندي المربع الثاني هاد، قال اذا رحت اخترته ورجعت عملت هيك بجمع لي تحديدين مع بعضهم. تمام، رجعت عملت هيك بجمع لي تحديدين مع بعضهم، بينما اول واحد مثل ما اتفقنا بيسمح لي بتحديد واحد، يعني انا حددت هذا الجزء، رجعت رحت حددت جزء ثاني رح يلغي القديم ويحتفظ بالجديد. طيب قال انا لا بدي اقص من التحديد، يعني انا عندي هذا الشكل بس بدي اقص منه. قال في عندي المربع الثالث لفوق هذا بيقص من التحديد. لاحظوا حتى وقت انا عم بشتغل فيه حاطط لي اشاره ناقص عنده، فانا اذا عملت هيك قص لي من التحديد، رجعت اذا عملت هيك قص لي من التحديد. طيب قال انا في عندي تحديد بس بدي اخذ تقاطع مع تحديد ثاني، يعني بس بدي اخذ الشيء المشترك بيناتهم. قال المربع الرابع هو بيعطيني التقاطع تبعاتهم، يعني مثلا انا اذا بدي احصل على المربع اللي هون فراح كبل لي كل شيء واحتفظ لي بهاد، مثلا بدي اخذ هاد كبل لي كل شيء واحتفظ لي بهاد، فمعناها عرفنا لهدول الاربع خيارات لشو. طيب هلا انا عندي هذا التحديد بدي روح انقله لشكل تاني. قال في عنا اداة اسمها الموف تول، هي الاداة شو بتعمل؟ بتاخذ هذا التحديد بتقصل لي اياه وبتحط لي اياه بشكل تاني. طب انا حافتح ملف جديد، ما حافتحه ترانسبيرنت، رح افتحه بابعاد 500 500 وتكون الباك جراوند تبعه وايت. رح اخذ هذا التحديد اخذه، طبعا انا واقف على اداة الموف تول، ورح اسحبه لهون فصار عندي الشكل اللي بدي اياه. طيب احيانا بيصير خطا شائع عند الكل انه هن بيكونوا واقفين على اداه التحديد وبدهم ينقلوا الشكل اللي عندهم على 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 على, على فايل جديد، بيروحوا بيعملوا هيك مثلا عندهم يا هاد، بيروحوا مثلا بدهم ينقلوا لجزء ثاني بضلوا واقفين على اداه التحديد، فما بينتقل معهم الشكل وانما بينتقل معهم التحديد. فمشان هيك بدنا ننتبه وقت بدنا ننقل اي شكل انه نكون احنا واقفين على اداه الموف تول مشان انقل هذا الشكل اللي عندي. طيب صار الشكل اللي عندي اياه هون. طيب قال هو هذا الشكل كتير كبير، يعني انا ما فيني احتفظ فيه بملف هيك قده. قال في عنا، طب نحن بدنا نصغره، كيف بدنا نصغره؟ قال في عنا هون من ايديت ترانسفورم في عندي شيء اسمه سكيل. هذا السكيل شو بيعمل؟ حيروح يطلع لي اطار حوالين الشكل اللي عندي اياه انا، حيطلع لي اطار بحيث انا اقدر صغر هذا الشكل اللي عندي. قال طب انا معقول كل ما بدي اروح صغير شكل بدي اروح على القائمه ايديت وبعدين اروح على ترانسفور ورد ارجع اروح على سكيل، يعني مشوار طويل. قال لا ما لنا مضطرين نعمل هيك، باختصار في عندنا كنترول تي من الكيبورد لحاله بتطلع لي هذا الاطار. طيب قال انا اجيت لحتى اصغر هي الصوره، رحت صغرتها قام طلع معي شكلها هيك، انا عم صغرها طلعت معي شكلها هيك وما قدرت اثبت ايدي بحيث تضل متجانسه، فكمان هذا الشيء ما بيناسبني. فشو بعمل؟ قال بعمل كنترول تي. نحن بنلاحظ انه بهذا الشكل في عنا اربع زوايا، لاحظوا في عنا الزاويه اللي فوق والزاويه اللي تحت والزاويتين اللي على جنب. قال انا اذا وقفت على احد هي الزوايا، حصرا الزوايا مو النقط هذول اللي بالنص، اذا وقفت على احد هي الزوايا وكبست زر شيفت وانا كابسه زر شيفت عم صغر، فهو شو حيعمل؟ حيحافظ لي على تجانس الصوره. يعني مثلا انا اذا كنت عم بنقل شخصيه مثلا ولد، فانا اكيد مثلا ما فيني وانا عم انقله روح ضيقه مثلا يطلع وشه ماطط، فانا هون اجباري وانا عم بنقله لازم احافظ على تجانس الصوره، فمشان هيك بتبذل زر شيفت وانا عم بنقله وبضل عم صغر، فالصوره مثل ما انا قصيت رح احصل عليها بس بحجم مصغر. طيب قال انا عندي هذا التحديد بدي اقيم الاطار تبعه. قال اذا بروح على غير اداه مثلا، بروح على غير اداه مثلا بيقول لي انه مثلا انت محدده صوره، فشو بدك تعملي؟ بقول له انه طبق لي هذا الشيء، بيطبق لي. طيب اذا انا كان بدي مثلا انا رحت صغرتها بهذا الشكل وبدي اقيم الاطار، قال في عندي فوق اشاره صح بس كبست عليها انا، شو بصير؟ بلغي لي التحديد اللي عندي، فخلص انا احتفظت بشكل الصوره اللي عندي اياها. طيب لاحظوا نحن كل صوره عم ننقلها عم يطلع عندي طبقات هون على جنب، لاحظتوا لوحة الطبقات؟ لوحة هذا اللي لاحظتوا هاد؟ انا كل طبقه عم بنقلها رح تجي عندي لهون. طب رح احكي هلا لك عن مفهوم اللايرز. رح روح انا على شكل ثاني، مثلا رح جيب شكل ثاني. اي طب اذا انا بدي افتح ملف جديد، هلا احنا حكينا انه فايل نيو بتعطيني فايل فاضي. طب اذا بدي افتح صوره، قال فايل اوبن اختصاره كنترول او. طب رح افتح انا صوره هلا،
مثلا هي مثلا رح روح قص شكل دائري منها، حاخذ هذا الجزء بس منها ورح روح على اداه الموف تول اللي هي اداه السهم واخذه وروح لهون والحشه. شو صار عندي هون؟ انا صار عندي طبقه جديده، لاحظوا في عندي لاير واحد ولاير اثنين والباك جراوند تمام. لاحظوا ليش عطاني هي الرساله؟ قال انا عم روح بدي احرك اللاير اثنين بس انا واقفه على الباك جراوند. طيب انا لهون رح نحكي عن اللاير شو عم يصير. رح روح انا واقفه على هي اللاير وصغره هلا. هون في عنا اللي احنا لوح اللايرات، في عنا هي الطبقه كانت مقفوله بقفل اذا لاحظتوا، في عنا هي اللاير اللي نقلناها وفي عنا اللاير اثنين الشكل الثاني اللي نقلناه. اذا بنلاحظ انه اللاير اثنين اللاير واحد جايه تحت اللاير اثنين، اللاير واحد جايه تحت اللاير اثنين. طب انا اذا كان بدي اطلع هي اللاير لفوق هي اللاير شو بعمل؟ قال بكل بساطه بروح بتبس على اللاير اللي عندي اياها وبسحبها لتحت، قام راح نقل لي اياها لتحتها. طيب هدول اللاير، طيب شو يعني لاير؟ اللاير فيني شبه لكم اياها مثل ورقه. يعني مثلا كيف انا عندي هي الورقه فيكم تعتبروا هي اللاير. طيب هلا هي اللاير اتفقنا انه نحن في عنا شيء اسمه ترانسبيرنت، يعني في عنا شيء اسمه شفائف اللي كان شكلها مثل شكل رقعه الشطرنج. طب انا اذا هي اللاير عندي اياها لونها بيضة، هي نفسها هي اللي شايفينها هون، رحت جبت فوقها لاير ثانيه صوره ثانيه مثلا ورقه ثانيه رحت جبت، بس هي الورقه مقصوصه بشكل دائري. طيب طالما مقصوصه بشكل دائري معناها هي حوافة ترانسبيرنت شفافه، لان هي ما لها باك جراوند، ما لها صوره مربعه كامله. اذا رحت حطيتها انا فانا حضل عم شوف اجزاء من اللاير اللي تحت. لاحظتوا بما انه هي اللاير في عندها في لها رقعه شطرنج فانا عم شوف الشيء اللي تحت. طيب رحت جبت ورقه ثالثه وكمان قصيتها بشكل مربع وحطيتها بمكان بعيد عن هذا المربع، فكمان حلاحظ انه بلشت تطلع لي اجزاء من الصوره اللي تحتها واجزاء من الصوره اللي تحتها، يعني اجزاء من اللاير اللي تحتها واجزاء كمان من اللاير اللي تحتها. طيب قال اذا انا رحت عملت هيك حركه فتحت صوره مثلا هي الصوره ورحت عملت لها، طيب اذا انا بدي احدد هي الصوره كلها كامله حددها بكبسه زر واخذها، ضروري انا اروح مثلا لهون واعمل هيك وبعدين اخذها؟ قال لا ماني مضطره. قال بعمل كنترول A وبروح كنترول A حدد لي كل شيء يعني، وبروح لهون وبسحبها لهون. طب انا رحت سحبتها لهون، وين نزلت هي الطبقه؟ هون. لاحظتوا الطبقه من نزلت بالنص، فهي شو عملت؟ غطت على كل شيء طبقات تحتها. ليش؟ لانه ما في اجزاء شفافه، هي اصلا باك جراوند وحده، فراحت غطت على الاجزاء اللي بعدها. بس بما انه الصوره اللي فوق فيها شفائف فهي ضلت عم تعرض لي اجزاء من الصوره اللي تحتها، فانا اذا بدي روح انقل هي الصوره لفوق حغطي على كل شيء تحتها. اذا نقلت هي اللاير ثلاثه نقلتها لفوق فانا رحت غطيت على كل شيء تحتها، اذا حملتها وحطيتها تحت فمثل ما اتفقنا حيعرض لي اجزاء الصور اللي فوق، لانه اصلا هي غطت على الطبقه اللي لونها ابيض بس ما غطت على الطبقات الثانيه. طيب اذا انا عندي طبقتين مثلا، هدول الطبقتين عم بشتغل عليهم. طبعا في ملاحظه مهمه انه نحن وقت بنكون عم نشتغل على اي طبقه اهم شيء نكون واقفين عليها. يعني مثلا انا عم بشتغل على هي الطبقه مثلا وبدي اروح عدل على الطبقه اللي اسمها لاير 2 ورحت بالغلط مثلا عم حرك الطبقه اللي اسمها لاير 1 هي مثلا، انا واقفه هون مثلا بدي اروح حرك هي، طب ما عم تتحرك معي. ليش ما عم تتحرك؟ لانه اصلا انا مالي واقفه عليها لحتى اوقف عليها لحتى احسن حركها. طالما انا واقفه على اللاير اللي تحت فانا عم حرك اللاير اللي تحت. فوقت بدكم تعدلوا اي صوره انتبهوا انه تكونوا واقفين على اللاير اللي انتم فعلا عم تعدلوا عليها، والا حيطلع عندكم مثل هذا الايرور اللي قبل شوي طلع لنا، انه انت عم تحرك صوره مالك واقف عليها، شو عم تعمل؟ طيب لاحظنا هون قبل شوي كان، طيب اذا انا عندي هي الطبقه بدي ادمجها مع هي الطبقه، عندي هي بدي ادمجها مع هي، كيف بدمجها؟ ما بدي اخليهم هيك، بدي ادمجهم. طبعا هلا طالما انا مالي دامجتهم فانا فيني اعدل على هي الصوره وضيف لها خصائص وخيارات لحالها ما لها علاقه بهي الصوره، بس طالما انا دمجتها صار التعديل عم يصير عليهم هن الاثنين، فانا مشان هيك ما بحب ازيد الدمج، دائما بحب الدمج يصير اخر شيء، او حتى لا تدمجوا، صدروا كبي اس دي واربطوا. طب حنشوف الربط وحنشوف الدمج. انا اذا عندي هدول الصورتين بدي اربطهم مع بعضهم بحيث انا ما حرك هي لحالها وهي لحالها، بدي اياهم يتحركوا سوا. قال اذا انا واقفه على الطبقه هي ورحت لهون وكبست على ميرج داون، شو رح يصير؟
شو رح يصير؟ دمج لي هدول الصورتين مع بعضهم، يعني صار وقت حرك انا كون واقفه هون وحرك رح يتحركوا التنتين سوا. بس وقت اجي مثلا بدي اطبق تاثيرات، لنفترض كان هاي كانت اللاير 2 هيك كانوا، لنفترض كانت اللاير 1 هي اللاير كانت نص. طيب انا النص عاده بطبق عليه تاثيرات، مثلا ظل، مثلا توهج خارجي، توهج داخلي، ورحت دمجتها مع الطبقه اللي تحت اللي هي شو ما كانت، فانا معناها ما عاد فيني روح احط تاثيرات لهذا النص. ليش؟ لانه اندمج مع الطبقه الثانيه، فانا وقت بدي روح احط تاثيرات حيتعدلوا على الاثنين سوا. حدا فهم شيء؟ تمام. هلا حاعطيكم اختصاره. نحن اذا بدنا ندمج هي الطبقه مع اللي تحتها، بنروح لهون في عندنا شيء اسمه ميرج داون. فانا شو صار عندي؟ صار على فكره، خليكم معي هلا بنطبق، عم شوف ناس عم تطبق. فصار عندي هون طبقتين مدموجين مع بعضهم، فمثل ما اتفقنا اذا رحت انا حعدل حيتعدلوا على تنتين سوا، فمعناها انا فقدت الخاصيه والاريحيه باني انا اعدل على كل طبقه لحالها. قال طيب انا ما بدي كل هاللتة، يعني انا ما بدي والله مثلا اروح ادمج هدول الطبقتين واجي بعدين بدي اعدل وما عاد اقدر اعدل وخلص، يضرب ضرب ولي هرب هرب. قال لا، لا تدمجون، شو تعملوا؟ روحوا اربطوهم، في عنا شيء اسمه لينك. قال بروح انا بربط هدول الطبقتين مع بعضهم، وقت بدي احرك، يعني انا مثلا رحت ربطت هي الطبقه مع هي الطبقه، وقفت على اي طبقه من هالطبقات حركتها بيتحركوا كلهم سوا، صاروا قطيع واحد. بس وقت اجي بدي اعدل على خصائص اي صوره، فانا فيني اعدل على خصائص كل صوره لحالها، فانا هذا الخيار بحبزه اكثر. قال طيب كيف بدنا نحصل على هذا الشيء؟ طيب كيف بدي احصل على هذا الشيء؟ قال حروح حدد الطبقات اللي انا بدي اياهم. طيب كيف بنحدد الطبقات؟ قال انا واقفه على لاير 1، تمام، بدي اروح اربطه مع اللاير اللي اسمه لاير 3. قال بعمل كنترول وبروح بكبس على لاير 3. قام بتحددوا الطبقتين اللي بدي اياهم. شو رح اعمل هلا؟ في عنا تحت مثل شكاله، ملقط، اللي بدكم اياه سموه، هذا لينك. قال بس حطيتهم فانربطوا الاثنين مع بعضهم. يعني هلا انا اذا كنت واقفه على لاير 1 وواقفه على اداه الموف تول واجيت حركت، لاحظوا شو عم يتحرك عندي؟ حنشوف هلا بالدروس لقدام، وقت يكون انا عندي نص مطبق عليه مثلا تاثيرات ظل وما ظل وتوهج ومدري شو، رجعت هذا النص رحت طبقت عليه مثلا فلاتر، رجعت هذا النص رحت جبت له مثلا صوره ما مثلا وخليته ياخذ تاثيرات هي الصوره، رجعت هذا النص مدري شو رحت عملت فيه، طب كم طبقه صار عندي انا هون؟ بس لهم علاقه بالنص. كم طبقه؟ صار عندي كثير طبقات. طب معقول انا وقت بدي اروح حرك النص، طبعا اذا حركته لحاله حيتحرك لحاله بدون تاثيراته، بدون الطبقات اللي ضايفتها، معقول انا كل ما بدي اروح حركه ولا اروح حدد 50 طبقه وانقلهم؟ قال هذا الشيء اخر شيء بمل، يعني بدي سكر الفوتوشوب وما عاد بدي اتعلم عليه. قال لا خلص انا بربطهم بوقف على طبقه واحده منهم وبنقلهم كلياتهم. طب حنشوف هلا طريقه ثانيه غير هي القصه. طب لاحظنا نحن وقت ربطناهم بلينك، وقت انا واقفه على اللاير 1 اللي هي اللون الزرقاء، لاحظوا المعاينه تبعها، فوقت انا عم حرك عم يتحركوا الاثنين سوا، وقفت على لاير 3 حركت كمان تحركوا الاثنين سوا. طيب كان بدي احكي شغله بسيط. طيب بينما لو انا كنت، طب انا حقيم هلا الرابط تبعتهم، ايه بس احكي الملاحظه اللي حكاها رفيقكم قبل شوي، انه كان عم يقول اذا نحن خفينا العين، نحن اذا بنلاحظ في عنا عين قدام كل طبقه، طيب هي العين لشو؟ انا هلا عم بشتغل على طبقه مثلا وما بدي اياها تبين، بدي اخفيها بشكل مؤقت. قال بروح بكبس على العين بتقوم تختفى عندي الطبقه وما عاد تطلع عندي، فانا خلص ما عاد شوف الطبقه، يعني انا ما حذفتها بس خفيتها مؤقتا. طب اذا بدي ارجعها؟ قال بكبس على العين بترجع. هلا لاحظت هون وقت احنا كبسنا على العين اختفت، مع انه هدول اللاير 1 واللاير 3 مربوطين مع بعضهم، بس اختفت اللاير 1 وما اختفت اللاير 3، تمام؟ بس اذا كانوا مدموجين. طب حنجرب هلا الدمج، انا رح قيم هلا اللينك، انتوا للينك طبعا كيف بقيم اللينك؟ برجع بحدد نفس الطبقات وبرجع بكبس على اللينك لايرز بيقوم بقيم لي اياهم، يعني اللينك بحط لينك وبقيم لينك. طيب انا حروح ادمج اللاير 1 مع اللاير 2، اللاير 1 مع اللاير 2، عملنا كنترول اي، كنترول اي بس بيدمج مع الطبقه اللي تحت، يعني ما فكر مثلا انا عندي هون، خليني هون احسن، اذا عندي انا اللاير 1 واللاير 3 بدي اروح ادمجهم مع بعضهم، روح له ميرج داون، اسمها ميرج داون، فهي حتدمج مع الطبقه اللي تحتها بس، يعني الطبقه اللي انا واقفه عندها حيدمج لي مع اللي تحتها. طيب حنروح ندمج هلا لاير 1 مع لاير 2، حوقف على لاير 1 اعمل كنترول اي ادمج مع لاير 2. لاحظوا هلا وقت عم حرك شو صار؟ صار عم يتحرك الورود مع اللون الازرق. طيب اذا رحت خفيت اختفوا الاثنين سوا، ليش؟
لأنه صاروا طبقة واحدة، فأنا ما عاد فيني فكهم عن بعضهم، إلا بقى إذا بدي فكهم مع بعضهم رح فكهم، بس رح يصير؟ طبعاً أنا هي الصورة اللي عليها ورود أنا مالي شايفة شيء منها، شايفة بس هذا الجزء اللي برا، فأنا وقت بدي فكه ما رح أقدر فك غير الجزء اللي برا لأنه الجزء اللي تحت التزق وما عاد فيني فكه. طيب، قال أنا عندي شيء 50 لير وضعت بيناتهم، طيب فيني ميزهم بشيء محدد؟ يعني مثلاً لاحظوا هذا الشكل اللي هلا حأرجيكم إياه. هون هلا لاحظوا هي الصورة، شايفين هي الصورة؟ هلا هي الصورة إذا بتلاحظوا في عنا أشكال، شيء أزرق شيء أحمر شيء أخضر شيء أصفر، طيب بس كل جزء من هالأجزاء تقريبا شيء 6-7 طبقات. طيب قال أنا هدول 6-7 طبقات بدي روح ميزهم بلون محدد، يعني مثلا هذا السهم مع هي الدائرة مع هذا الإطار مع المدري شو بدي روح ميزهم بلون أزرق بحيث أنا بس أقدر وقت بدي أوصل للطبقة دغري أوصل لها. قال كيف؟ قال في عنا هون إذا كبسنا هيك بالزر اليميني هون، عفوا إذا كبسنا هون، إذا كبسنا هون ناحية العين، قال في عنا هون ألوان، يعني مثلا بلو فراح لون لهي الطبقة بلون أزرق، لاحظتوا هذا اللون الأزرق؟ فصارت الصورة عندي مميزة، فصرت أنا برتاح بالشغل أكثر. قال كبر مشروعي أكثر وأكثر وأكثر وصاروا شي 100 طبقة، وأنا ضعت بيناتهم، يعني حتى هي الألوان ما عاد فادتني. قال شو بعمل؟ قال في عنا شي اسمه هلا نو كلر، طبعا بيرجع لي اياها الديفولت انه ما في الوان. قال في عنا شيء اسمه هون، انا حجيب طبقات كمان، هروح جيب طبقات كمان، خلينا نجيب هي الصوره مثلا. ملاحظه، بس بدي احكي ملاحظه، لاحظتوا هي طبقه الشفيفه؟ اتفقنا انه هي شفيفه، ليش؟ لانه الى خلفيه مثل رقعه الشطرنج، معناها انا اذا حفظتها كبي انجي حيطلع عندي صوره شفيفه، وقت رح افتحها حضلها محافظه على الشفيفه تبعها طالما هي مخزنه كبي انجي. طيب قال انا هي الصوره واقفه على اداه الموف تول، انا هلا وبدي انقلها، في داعي حددها؟ ما عاد في داعي حددها، ليش؟ لانه هي اصلا يعني حره طليقه، فانا ما في داعي خلص حددها، فانا خلص بحملها وبسحبها وبلحشها، لا حلحشها هون كنا عم نشتغل، رح الحشها هون، مع انه هي شكلها لا شكل هندسي ولا شكل دائري ولا شكل يعني ما له علاقه بالاشكال، بس انا خلص حملتها ولحشتها. طيب انا عندي هي الصوره، عندي هي الطبقه، وعندي الطبقه اللي تحت، وعندي الطبقه هي، وعندي الطبقه هي. طيب انا ضعت بين الطبقات واجيت مثلا كان البروجكت تبعي كثير كبير وبدي اوصل لطبقه محدده وما عم بقدر اوصل لها، شو بعمل؟ يعني مثلا هون الاشكال كثير صارت صغيره، حتشوفوا لقدام بصير عندي اشكال كثير صغيره، انا ما عاد اقدر ميز الطبقات مثل هون، يعني هون مبينه معي من المعاينه تبعها انه والله مثلا اللاير 0 لونه بيضاء، اللاير 3 طبيعه، اللاير 2 مدري شو، مبينه. قال في اذا كبسنا زر كنترول، شلون؟ عم نشتغل على بوستر مثلا، بالسنه الثالثه اشتغلنا على بوستر صار في عندنا شي 100 طبقه. طيب قال انا بدي اوصل لهي الطبقه شو بعمل؟ قال بكبس زر كنترول من الكيبورد وبكون واقفة عند لوح الأدوات عند الأداة موف تول، فبس كبست كنترول ورحت على أي طبقة بدي إياها، مثلا أنا بدي أروح على طبقة الورود، أنا وين واقفة هلا؟ لاحظوا أنا واقفة على اللوجو هاد، واقفة هون، أنا بدي أروح على هي الطبقة اللي فيها ورود، كبست كنترول وكبست كبسة، لاحظوا وين نقلي؟ نقلي لهون، تمام؟ فمعناها أنا بزر كنترول مع أداة الموف تول صار فيني أنتقل لأي طبقة بدي إياها بدون ما أروح أدور عليها من لوح الليارات وصار فيني أعدل عليها. طيب انا مشروعي كثير كبير رح اتراجع، صار عندي هلا لوجو، صار عندي خلفيه زرقاء ولوجو وهي الورود، طبعا هلا لا تطلعوا على الشكل انا بس هلا عم بحكي اساسيات. قال انا بدي اروح احط هدول التنتين ما بدي اربطهم مع بعضهم، بدي احطهم بمجلد، يعني بدي انظم شغلي، كيف نحن اذا عم نشتغل على اي مشروع بننظم شغلنا الكلاسات بنحطهم بمجلد معين كذا، عم بحكي لجماعه التقنيات يعني، فانا شو رح اعمل؟ رح اروح اعمل مجلد واحط هدول الطبقات فيه. طيب كيف بعمل مجلد؟ قال في عنا تحت هون مجلد، إذا كبسنا عليه اسمه جروب، إذا كبست عليه طالع لي مجلد هي جروب. طيب أنا حروح حدد الطبقات اللي بدي إياها وانقل عليه، يعني مثلا أنا بدي حدد الطبقة الزرقاء مع اللوجو، يعني لاير 1 ولاير 4، رح روح حددهم وأحملهم والحشهم بالجروب. فهلا شو صار عندي أنا؟ صار وقت بخفي العين عن الجروب شو صار؟ صار يخفي لي إياهم كلهم. طيب هلا بيجي حدا بيسالني سؤال، ايه طيب شو فرق هي عن اللينك؟ الميزه الثانيه اللي ضافت لي اياها هي قصه الجروب، انه انا صار فيني اطبق تاثيرات على هدول الصور كلياتهم، نحن اتفقنا وقت كان عندنا صوره مربوطين بلينك شو كان عم يصير؟ كان وقت انا اروح اضيف تاثيرات على لاير من اللايرات ما عم تنضاف على الثانيه، تمام؟ هلا حناخذ تطبيق عملي عنا. بس اذا كانوا منضافين بجروب
رح اعطي تطبيق عملي بس هذا رح نحكيه بالتفصيل. شوفوا مثلا انا عندي هاي الجروب كبست كبستين ورحت اعطيتها شادو مثلا واعطيتها لون مثلا او اعطيتها هيك مثلا، لاحظوا شو صار؟ طبق لي اياهم على كل شيء طبقات جوا، فمعناها انا لما حطيتهم بجروب صار هاي الجروب فيني اعطيها تاثيرات، بالتالي اخذت كل الطبقات اللي جوا تاثيراتها. بس لو كانوا مربوطين بلينك حنرجع نربطهم بلينك ونشوف هاي مع هاي، رح اربطهم بلينك وحروح اعطي لللاير واحد تاثيرات، هاعطيها مثلا خليني اعطي اللوجو مشان يبين اكثر، هاعطي اللاير اربع تاثيرات، هاعطيها ظل، هاعطيها توهج خارجي. لاحظوا شو صار؟ بس 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 اللوجو اللي اخذ تاثيرات، اما اللاير اربع ما اخذ، اللاير واحد ما اخذ التاثيرات، فهي فائده الجروب. طب كيف نحذف جروب؟ كيف بحذف اي طبقه؟ قال يا اما بعمل لها ديليت وبخلص منها، يا اما اللي بحملها وبسحبها هون لتحت في عندي سله على الزاويه خلص كبيت تمام. طيب قال انا اذا في عندي هذا المشروع كله اللي عندي اياه بدي اروح ادمجه كلياته بكبسه زر وحده، كيف؟ قال في عندنا هون شيء اسمه الميرج فيزبل. شو بتعمل الميرج فيزبل؟ بتدمج لي اياهم كلياتهم بطبقه وحده، فخلص صاروا هن كلياتهم شريحه وحده. لاحظتوا؟ فانا ما عاد فيني اعدل على كل طبقه لحالها لانه هن صاروا طبقه وحده. قال طيب انا لا ما بدي ادمج المشروع كلياته، بس انا مضطر ادمج طبقه فوق مع طبقه تحت وفي بيناتهم طبقات، كيف؟ اذا انا وقفت على لاير واحد هي حنقيم اللينك، اذا انا وقفت على لاير اربعه ورحت وقفت على هي وبدي ادمج لاير اربعه مع لاير اثنين، كيف؟ قال بروح بحدد هدول اللايرتين وفي عندي شيء هون اسمه ميرج لايرز، قام شو عمل؟ رح دمج لي هدول التنتين مع بعضهم تمام؟ من السهم في عندي شيء اسمه ميرج لاير، رح دمج لي هدول الطبقتين مع بعضهم وكان في بيناتهم طبقات، فأنا هلا بس دمجتهم بقى بتحكم بموقعهم، هل بدي اياهم يضلوا فوق كل الطبقات أو ينزلوا لتحت الطبقات أو يختفوا، أنا بقى بعدين بتحكم بهذا الشيء. طيب بس رح أحكي ملاحظتين هلا شفتهم من الطلاب، إنه عم يفتحوا مثلا فايل مثلا عم يحطوا لي اياه شيء 25000 بكسل ويروحوا يحددوا صوره حجمها كثير صغير ويجي ينقلوا يعملوا بالموف تول ينقلوا على الطبقه الثانيه ما عم يطلع عندهم شيء، عم يفكروا انه ما عم ينتقل الشكل معهم، هو بالحقيقه عم ينتقل بس عم يطلع كثير صغير لدرجه ما عم يبين، لانه الصوره اللي احنا عم ننقلها كثير كبير كثير صغيره مقارنه مع الملف اللي عندي كثير حجمه كبير. فمشان هيك وقت بدكم تعملوا كنترول ان وتفتحوا فايل جديد كثير انتبهوا لهي القصه، انا مثلا اذا كنتوا حاطينه بكسل او سنتيمتر مو تروح تحطوا له والله 1000 سنتيمتر، فاكيد كل شيء حتنقلوا حيطلع صغير. طب اذا حاطينه بكسل مثلا منطقي اذا حطيتوا 1000 تبين الاشكال طبيعيه عليه. هلا ملاحظه ثانيه كمان لاحظتها انه شو الفرق بين الصور المفتوحه واللاير؟ هلا نحن اذا لاحظنا هون في عندي انا صورتين مفتوحين فوق، هدول الصورتين ما لهم لايرات وانما كل صوره فيها لايرات تمام؟ يعني انا مثلا مو اطلع هيك لاقي عندي صورتين فمعناها انا عندي لايرتين هلا، لا، وانما انا واقفه هلا هون بهي الصوره بس في عندي بهي الصوره اربع لاير تمام؟ هذول ملاحظتين انتبهوا لهم. طيب هلا نحن حددنا اشكال دائريه، حددنا اشكال مربعه، لقينا ما عندنا اشكال. طيب هلا انا اذا عندي شكل ماله متجانس وبدي حدد كيف؟ طيب انا عندي صوره هلا هون ماروكو، طب انا بدي احدد هذا الشكل، فيني احدده بالمربع او الدائره، فيني احدده بسطر من البكسلات، فيني احدده بعمود من البكسلات، هن هدول اللي انا بقصدهم سطر من البكسلات وعمود من البكسلات، انا بس اكبس بيطلع لي سطر بكسلات. قال ما فيني احدد، معناها انا لازم افكر بادوات ثانيه. طيب قال بنلاحظ انه تحت هدول الادوات في عندي طبعا بس بدي احكي ملاحظه انه كل اداه بتلاحظوا في عندها سهم صغير بالزاويه في في في, في ضمن ادوات، مثلا على عكس مثلا هي الاداه مثلا شيء اداه ما فيها، مثلا على عكس اداه التكبير، لاحظوا اداه التكبير ما في عليها شيء، فبالتالي هي لحالها وحده، بينما مثلا ادوات هون التحديد المربع والدائره وقت تكبس كبسه طويله بيطلع لي قائمه منزلقه لانه في سهم صغير. ليكو هذا السهم. طيب هلا معناها هون رح نتعرف على هي مجموعه الادوات. طيب اذا اخذنا اول ادوات اللازر تول هي اللي عندي اياها واجيت بلش حدد، هي مثل القلم الرصاص كيف ما انا بحركها بتمشي معي. الكل معي هلا حناخذ وقت للتطبيق. طب حنبلش هلا نمشي نحن. لاحظوا انا عم حدد. بس برايكم هذا التحديد منطقي؟ لا حكمل انا. لانه في ناس هيك جرائم الفوتوشوب هيك بتحدد لي. وبعدين بتقول انا طبقت صوره مع صوره ونحن بنجي لحتى ننتحر. طب انا رح ضل عم حدد هيك وايدي عم ترج ورح ضل مكمله
وراح بهدل التحديد اكثر عشان تكرهوا لهي الاداه. طبعا هي لها استخداماتها بس الواحد بده يكون كثير كثير ايده ماكنه. راح ارجع لنقطه البدايه. لاحظوا وقت رجعت لنقطه البدايه سكر التحديد. راح اجي احمل هي ماروكو باداه الموف تول، احملها وانقلها لهون. راح كبر بالكنترول زائد عم كبر. لاحظوا لي هالتحديد شو حلو، منطقي شي هذا التحديد، عم يقلي عدل منطقي، شو برايكم؟ اكيد ما في. هلا هي جرائم الفوتوشوب، هذا اللي بنشوفه نحن، وعلى فكره كثير بشوف هيك صور يعني انا. قال هذا التحديد مو منطقي. قال بيجي واحد بيقول طيب خلص نحن بنخلي هذا التحديد، هلا بعد شوي رح ناخذ شيء اسمه ماسك، بنخلي هذا التحديد وبنروح على الماسك وبنبلش بنعدل بالتحديد. طب انا ليش لحتى اعمل مثل واحد بين اذنك من هون؟ قال لا ما بدي هي الاداه. طيب رح الغي التحديد، كيف اتفقنا بنلغي التحديد؟ اما من سيلكت دي سيلكت يعني اللي هو اختصاره كنترول دي، فانا رح اعمل كنترول دي والغي التحديد. قال حروح على الاداه الثانيه اللي هي هي الاداه اللي بترسم لي مضلعات. هي بترسم لي هيك مضلعات، يعني انا عندي مثلث مثلا بقدر ارسم هيك شكل مثلا شو ما كان، مثلا عندي مثلث بقدر ارسم مثلث هيك مثلا، فهي بتعطيني مستطيلات مستطيلات. قال حروح لهي الاداه وبلش حدد، بس رح كبر الشكل مشان اعرف حدد منيح. رح نبلش نحدد. هلا هون اول شيء التحديد حيزبط بس بعدين حيطلع عندي كثير منحنيات، فانا معناها كثير لازم صغير الخط اللي عم ارسمه وضل عم برسم وضل عم برسم وضل عم برسم وبكره الصبح بخلص هيك، بضل عم بشتغل وعلى الناحيه على مثلا المنحنيات اللي عندي بضل عم حدد. كمان هذا الشيء ما له منطق. هي الاداه امتى بستخدمها؟ وقت بيكون فعلا عندي شكل مثلا معين، شكل مثلا مستطيل قول فين حدده بالاداه المربعه، مثلا شكل مثلث مو مثلث نجمه مثلا، ساعتها بستخدم هي الاداه. فهي الاداه كمان ما لها مجديه. طيب قال حنروح على اداه الماجنتيك. قال هي الاداه شو بتعمل؟ قال انا ببلش بنقطه البدايه وبفلت ايدي وهي لحالها بتنجذب على الاطراف، انا بس بمشي ايدي. هلا الفريكونسي تبعها بيكون عاده الديفولت 57. شو هذا الفريكونسي؟ حنجرب 57 وحنجرب نرفعه لهذا الفريكونسي. رح بلش هلا تحديد. انا بلشت بنقطه ورح اترك ايدي بس مشي الماوس، رح امشي. لاحظوا شو عم يصير، عم تنجذب لحالها للاطراف للالوان للطرف التحديد اللي انا عم حدده. فانا بس ممشي ايدي وهي لحالها عم تحدد. الماجنتيك لا تطبقوا هلا، مطبق كلياتنا سوا. فانا رح ضل هلا ماشيه. لاحظتوا انا عم حدد شو عم يصير؟ لاحظتوا انه عم يطلع عندي نقاط، عم يطلع عندي نقاط وبيناتها ربطات. هي الفريكونسي 57. طيب انا رح الغي التحديد. لاحظتوا بس هي حاعمل كنترول زائد شوفوا. لاحظوا مثلا ما تبينت، لاحظوا مثلا ححدد هذا الشكل. لاحظوا ما بدي سكر التحديد. لاحظوا بين النقطه الاولى والنقطه الثانيه الخط، لاحظتوا هذا الشكل اللي هون، في عندي نقطة هون ونقطة هون وهذا الخط اللي عم نوصل بيناتهم. طب هذا فيني انا اقلله؟ طبعا اذا قللته انا رح احصل على تحديد يعني اكثر دقة. انا بقلله لما بزيد الفريكونسي تبعه. هلا الديفولت تبعه هو 57، انا رح ساويه 100 مثلا. عادة بنحطه 100 وبنشتغل. طب رح احطه 100 وارجع حديت. لاحظوا هلا وقت بدي اجي حديت، لاحظتوا كيف النقط والوسطات صارت المسافه اقرب بيناتهم، فبالتالي انا رح احصل على دقه اكثر. هلا حبلش نحدد ماروكو. انا فكرنا التحديد، بس اذا بنعمل زوم للتحديد بنلاحظ انه لاحظوا مثلا هون القرنه طالع فيها التحديد. طب كمان اذا لاحظنا هون كمان طالع التحديد. طيب قال انا حاحمله وانقله، بيبين معي على الشكل الثاني اكثر. رح احذف هي الطبقه، ما عاد لي شغل فيها ورح خلي هي. لاحظوا جرائم الفوتوشوب، هي المسافه لساتها موجوده واذن امها لماروكو مقروطه، وهون مدري شو صاير معها، وهون ما بعرف شو صاير. كمان هذا التحديد مو ظابط، فمعناها انا حتى لو استخدمت اداه الماجنتيك حاوصل لنتيجه انه انا ممكن انا عم حدد هز ايدي.
طيب هلا حنحكي كيف فينا نصلح التحديد. جربوا هاي الادوات لاحكي كيف فينا نصلح التحديد. طيب هلا احنا جينا حددنا صوره ماروكو وعملنا زوم ولاحظنا انه في اماكن بالصوره ما لازم تضل موجوده. الكل معي؟ لاحظنا انه في اماكن بالصوره ما لازم تضل موجوده. طب شو بنعمل؟ هل الحل اني انا اروح اعمل كنترول دي والغي التحديد ورد ارجع حدد من اول وجديد؟ اكيد هذا الشيء ضياع للوقت. يعني قال في عندنا شيء بالفوتوشوب هو الماسك. قال شو بعمل؟ بروح بضيف انا طبقه بلون معين فوق الشغل اللي انا عم بشتغل فيه، بصير عندي الشكل اللي محدد واللي انا بدي اياه بلونه الحقيقي، والشيء اللي ما بدي اياه باللون اللي انا محددته بالماسك، مثلا سواء احمر اخضر اللون اللي انا بدي اياه. بلش بقى باداه الفرشايه، بلش بقى بقيم الاجزاء اللي بدي اياها. ححط التطبيق عملي لتشوفوها. شوفوا انا ححط ماسك هون، شايفين هاي اداه اللي تحت؟ ما بعرف اذا اخر شيء عم يشوفوا، شايفين هاي الاداه؟ شكلها مربع بقلبها دائره. قال اذا كبست عليها، لاحظوا شو صار، صار عندي الاجزاء اللي محدده اللي انا بدي اياها بلونها الحقيقي والطبيعي، والاجزاء اللي ما بدي اياها بلون ابيض بلون احمر. طب هذا اللون فيني غيره؟ يعني تخيلوا انا عم حدد صوره هي بالاساس لونها احمر ويجي ماسك فوق لونها احمر، ما عاد تبين، ما عاد يبين الماسك اللي عندي. طبعا فيني غيره، بكبس كبستين بروح بقول له مثلا هون بدي اياه اسود، فوقت اعمل اوكي حط لي وقت اعمل اوكي صارت سوداء. تمام، انا حرجع حمرة هلا، هرجع اكبس كبستين ورجع لون الماسك احمر. طبعا فيني العب الاوباسيتي تبعه كمان بالشفافيه تبعه، رح اقول له اوكي ورح لاحظنا الماسك صار لونه احمر. طيب انا هي الاجزاء اللي هون، هذا الجزء اللي هون عندي اياه، هذا لازم ينقام، يعني لازم يطلع التحديد لبرا. طب هذا الجزء كمان لازم ينقام، هون الاجزاء اللي على حواف الكتف كمان لازم تنقام، هذا الجزء اللي هون لازم ينقام. طيب كيف؟ لحنا حكينا انه في عنا لون اماميه ولون خلفيه، لون الاماميه عندي يا اسود ولون الخلفيه عندي يا احمر، مجرد انا ما كبست على الماسك صار عندي لون الاماميه اسود ولون الخلفيه احمر ابيض. طب شو الفرق؟ قال حروح هلا على اداه الفرشايه، هي هون حلاحظ انه عندي فرشايه. تمام، حروح لهون والعب بحجم الفرشايه. الفرشايه حنجي بدرس خاص إلها، بس هلا انا عم بحكي بضمن الشيء اللي خاص بالتحديد. رح روح اخذ الفرشايه مثلا بحجم 5. لاحظوا هون الفراشي، في منهم فراشي بيعطوا شفافيه حواليهم، انا بالتحديد ما بحبس كثير اللي بيعطوا شفافيه حواليهم. رح نختار مثلا هي الفرشايه مثلا بهذا الحجم. تمام، طب اذا بدي صغر حجم الفرشايه او كبره، مو معقول كل مره اروح لهون واعمل هيك عجبتني لا ما عجبتني، هيك لا عجبتني ما عجبتني. لا، في عندنا بالكيبورد زر الاقواس، الفتح تبع القوس، القوس الاقواس المربعه، الفتح تبعه بيصغر والتسكير تبعه بيكبر. تمام، فانا صرت عم كبر الفرشايه وصغرها. طيب معناها شو عملنا؟ رحنا حطينا ماسك للصوره، صار عندي انا لون الماسك بما اني مختارته احمر صار لونه احمر، طلعنا على اللون الامامي والخلفيه لقيناه هون احمر بابيض. جينا هلا رحنا على اداه الفرشايه، 3 خطوات عملناها هون. طيب هلا جينا على اداه الفرشايه، اخترنا الفرشايه اللي بدنا اياها بالحجم اللي بدنا اياه واجينا لهون. قال اللون الاسود لون الاماميه، اذا كان لونه اسود واجيت بلشت بدي ظبط التحديد، لاحظوا شو عم يصير، عم يرسم لون احمر. لاحظوا شو عم يصير، عم يرسم لون احمر. تمام، انا بس غمقت اللون بس مشان تميزوه، بس حطيت الاوباسيتي تبعه 100 مشان يطلع اللون الاحمر واضح عندكم. لاحظتوا اللون الاسود شو عم يعمل مع الفرشايه؟ طب قال اذا انا رحت قمت الماسك شو عم يصير؟ لاحظوا التحديد شو صار فيه، فات لجوا التحديد. طيب قال انا ما بدي يفوت لجوا، بدي يطلع لبرا، شو بعمل؟ في هون سهم صغير قدام لون الاماميه ولون الخلفيه، حاكبس عليه، شو صار؟ عكست الالوان، صار الابيض اماميه والاسود خلفيه. يعني انا وقت كون عم بختار الفرشايه بلون اماميه ابيض، فمعناها انا عم شيل الاجزاء اللي ما بدي اياها من التحديد وبدي يطلع الجزء الاساسي انا بدي اياه. حروح لهون وقيمه هذا الجزء. تمام، حضل عم قيم بهذا الجزء. لاحظوا التحديد كيف، لاحظوا التحديد شو صار فيه، زبط. طب رح نطلع لفوق ونظبط هي المنطقه، حرد ارجع حط ماسك. هلا عندي لون الاماميه ابيض، شو حيصير يعني اذا رحت لهون؟ حيقيم منه، فانا حبلش اقيم منه. تمام،
طب اذا رحنا هيك بنلاقي بلش يزبط التحديد. طبعا انا هلا ما حظبطه 100% بس مشان الوقت حرد ارجع ظبط هون مثلا. طب قال في عندي هون منطقه الرجل هي مثلا، انا ما بدي اياها هي المنطقه، طبعا حارجع اقلب اللون لاسود لانه انا هي المنطقه ما بدي اياها، وراح بلش لوين فيها. طبعا انا هي المنطقه فيني ايمال، احنا اتفقنا وقت عم نختار بادوات التحديد في عندي عم يطلع عندي فوق اربع مربعات، مربع بيعطيني تحديد وحيد، مربع بيعطيني ضيف اكثر من تحديد، مربع مشان قيم جزء من التحديد، ومربع اخذ تقاطع التحديد. فانا فيني بهدول الادوات اللي فوق انه هذا جزء ما بدي اقصه، بس هلا انا عم باخده باداه باستخدام الماسك يعني، فانا هلا عم حدده. فوقت قيم لاحظوا امليه، طبعا التحديد فاشل جدا مو ظابط بس كفكره. فوقت اجي هلا انا انقله، لاحظوا شو صار عندي، رح احذف هي الطبقه، اتفرغت يعني تفرغت هي المنطقه. طيب قال اجيت انا نقلت هي الصوره، نقلتها وعجبتني وكله تمام، بس اضاءتها مو عجبتني. هلا هون الاضاءه ظابطه، طب هلا انا لحتى اعمل اضاءه للصور، طبعا هلا هي ممكن تطلع كبيره الصوره مثل ما اتفقنا بكنترول تي، انا بلعب بابعاد الصوره، بلعب بحجمها بالسكيل تبعها. فانا عاجبني هلا هذا الشكل وثبتت على هذا الشيء. لنفترض انا عندي بنظام الاضاءه في عندي اضاءه تلقائيه اوتوماتيكيه، وانا هي يعني ما كثير بتعطي، ما كثير في لها فائده، وفي اضاءه انه انت تلعب بالاضاءه بايدك. طب شو الفرق بيناتهم؟ انا حروح العب بالاضاءه هلا تبع الخلفيه الباك جراوند، حروح غمقها انا تعمدا بس لحتى ارجيكم الفرق بين الصوره اللاير اللي نقلتها والخلفيه. لاحظوا الخلفيه اذا كانت عندي اياها غامقه بهذا الشكل، بتلاحظوا انه صوره معروكه كثير ضاويه. كثير ممكن احيانا احنا ننقل صوره من 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 صوره لصوره وتكون مثلا الصوره هي اساسا مظلمه، وانا مثلا متصوره بمكان كثير انا ضاويه فيه، فانا هون معناها لازم العب باضاءه الصوره اللي انا نقلت عليها. طب انا حوقف هلا على طبقه ماروكو وحشوف الاضاءه التلقائيه شو عم تعمل، الاضاءه الاوتوماتيكيه. قال في عندنا من ايمج في عندنا بالاوتو تون، هي بتلعب بالاضاءه الاوتوماتيكيه. هلا رح اقول لكم شو بيقابل منها بالاضاءه الاوتوماتيكيه، بالاضاءه اليدويه عفوا. هي الاوتو تون عدلت لي شيء بالاضاءه؟ ما عدلت لي، لساتها ماروكو اصلا مبينه هي ما لها علاقه يعني بالخلفيه اللي وراها. طيب حنرد نرجع نجرب خيار ثاني من ايمج، حجرب العب بالالوان الظلال. انا واقفه هون، طيب حاعمل اوتو كونتراست مثلا ما تغير شيء. طيب اوتو كلر يعني بلشت تتغير، بس كمان مو هي الدقه اللي بدي اياها، مو هي الاضاءه اللي انا بدي اياها. طب معناها احنا ما حنستفيد شيء هون من الاضاءه التلقائيه، معناها انا شو صار لازم اعمل؟ لازم اشتغل باضاءه يدويه، انا اعدل بالاضاءه بايدي. طيب في عندنا قال شيء اسمه ليفلز، قال هي الليفلز شو بتعمل؟ بتروح بتعدل لي بالاضاءه. لاحظوا اذا رحت على شيء اسمه ايمج ادجستمنت، في عندي شيء اسمه ليفلز. هلا هي الليفلز اختصارها كنترول ال، حاطط لي الاختصار قدامها، حاكبس عليها. بنلاحظ انه في عندي جزئين، في عندي الجزء هاد عم يحدد لي كثافه الاضاءه عندي، يعني لاحظوا مثلا بهي القرنه في عندي الكثافه كثير عاليه، بهي القرنه في عندي الكثافه كثير عاليه، مثلا هون كثافه الاضاءه اخف، رجعنا هون طلعنا شوي، رجعنا خفت الكثافه، رجعنا طلعنا. طب شو الفرق بين هي المنطقه والمنطقه اللي تحت؟ حنشوف. قال اذا انا رحت اخذت هي المنزلقه وبلشت اسحبها، فانا شو عم بعمل؟ عم عتم. لاحظوا بلشت الصوره تتلون بلون الاساسي. طبعا انا هون ضربت الصوره ليش؟ لانه انا كثير غمقت الخلفيه وكثير غمقت هي، بس مشان تلاحظوا الفرق. فهلا هون لاحظنا شو صار، شو صار عم تتعتم الصوره. طيب اذا اخذناها المنزلقه بالعكس، فانا بلاحظ اني عم فتح الصوره، تمام؟ فمعناها هي عم تعدل لي بالوان البكسلات لون لون، كل واحد حسب نسبته. طيب ليه تحت شو عم تعمل؟ قال هي بتشوف الصوره مثل كانها كتله وحده، بلوكايه وحده بتعدل عليها كلياتها. كيف يعني؟ اذا احنا عملنا هيك، لاحظوا عدلت عليها كلياتها حتى وصلت لدرجه لون ابيض. طيب اذا سحبنا هي لهون صارت كلياتها اسود، بينما هون مثلا اذا سحبنا كثير ما حتوصل للسواد. ليش؟ لانه هي عم تعدل على كل لون حسب نسبته الاساسيه. طيب عجبتني القصة وعملت اوكي وحفظتها. انا ما حفظت الشغل، عملت اوكي وعجبتني. لاحظنا انه صارت اضاءة ماروكو ماشي الحال، مناسبة نوعا ما. طيب احيانا اللي احنا بنفتح صور مثلا هيك، مثلا صورة مثلا مثل هي، يمكن لا هون مثلا، مثلا اذا فتحنا هي الصورة ورحنا على الكنترول ال
بنلاحظ انه طب حدا لاحظ شيء غريب هون؟ وقت عملت كنترول ال حدا يكشف لي الخطا اللي هون بالمخطط تبعه. شلون؟ في مكان فاضي، معناها هي الصورة مضروبة إضاءتها. ليش؟ لأنه في عندي أنا هون جزء مكان فاضي، طالما هذا مكان فاضي فمعناها الصورة مضروبة، معناها أنا لحتى أصلح إضاءتها لازم أروح أخذ هاي المنزلقة لأول منحني نبلش فيه، تمام؟ فهون وقت إجي أعمل هلأ كنترول إير لاحظت أنه راح ضرب الصورة، تمام؟ لسه في مكان شوي فاضي. طبعا هلا هي التقطيعات انا صعب كثير اتخلص منها، بس على يعني اقل شيء اني انا تخلصت من الضرب اللي عندي بالصوره. طبعا هلا ليش الصوره محمره؟ رح نحكي كيف بنعدل بحمار الصوره، كيف بنروح هذا الحمار. كمان هي الصوره مضروبه لانه كثير حمراء، بس رح ارجع هلا لصوره ماروكو. ورح ارجع للكنترول ال. في عنا هون نماذج جاهزة، يعني أنا مثلاً إذا عملت داركر مثلاً بيعطيني إضاءة محددة، إذا عملت مثلاً لايتر بيعطيني، لاحظوا ضوالي إياها مثلاً، إذا عملت مثلاً كاستون بيخليني أنا أحدد الإضاءة اللي بدي إياها. فمعناها أنا بالبريسيت مثل ما اتفقنا، وقت عملنا قبل شوي كنترول إن كان في عنا بريسيت، يعني كان في عنا نماذج هي جاية من الشركة، يعني جاية إنه جاهزة مثلاً A4 A5 A كذا، محددين لي الأبعاد. وهون نفس الشيء في عندي أنا نماذج الإضاءة فيني أختار منهم إذا حبيت. طيب رح ارجع لهون. هلا انا حددت هي الصوره وعجبني التحديد واضطريت لسبب ما سكر وامشي، سكر الفوتوشوب وبدي امشي. طب معقول انا وقت بدي ارجع المره اللي بعدها رد ارجع حدد هي الصوره وانا ممكن في صور تاكل معي نص ساعه تحديد؟ معقول هذا الشيء؟ قال اكيد لا، في حل. شو هو؟ انه انا رح احفظ التحديد. طب انا كيف احفظ هذا التحديد؟ قال في عندي انا هون من قائمه سيلكت في عندي شيء اسمه سيف سيلكشن. هلا مجرد انا ما اخترت هاد بيقول لي روحي حددي الاسم اللي بدك اياه، انا رح حدده مثلا سيلكشن، تمام؟ رح اجي اعمل اوكي، حفظ لي اياه. انا رحت شو عملت؟ رحت سكرت الفوتوشوب، انا ما حسكر الفوتوشوب مشان ما تروح الصوره. فشو رح اعمل هلا؟ احفظ كبي اس دي، كبي اس دي. رحنا على الديسكتوب حفظتها كبي اس دي، لاحظوا لاحقه بي اس دي، وعملت سيف ورحت سكرت. بدك تحفظ شي تغيرات؟ لا ما بدي احفظ تغيرات، سكرنا ما بدنا شي. جيت فتحت الفوتوشوب، فتحت هاد اللي هلا حفظته، فتحت لي صورة ماروكو. بدي استرجع التحديد اللي انا حددته، رحت لهون على سيلكشن، لقيت فيه لود سيلكشن، قال لي في عندك مثلا شو السيلكشن اللي بدك اياه؟ هو ليك وانا مو سميتها سيلكشن، فلقى لي اياه، عملت له اوكي، قام طالع لي التحديد. طيب هلا لو انا مثلا رحت حالغي التحديد انا ورحت عملت هيك، حددت هذا الجزء، رحت عملت سيلكت سيف سيلكشن، رحت حطيت مثلا سكوير مثلا وعملت اوكي وسكرت. قال شو انا بقول اذا هلا فتحت الصوره ورحت فتحت صوره ماروكو فيني استرجع التحديد؟ حنفتح صوره ماروكو. طب حافتح نفس الصورة، حروح هلا على سيلكشن، ما حلاقي له سيلكشن. ليش؟ لأنه أنا ما حفظت. شلون؟ ما حفظت كبي اس دي، فمعناها أنا لحتى فعلا أحفظ التحديد تبعي ما بروح بقول له والله سيف سيلكشن وبسكر وبمشي، ما حينحفظ، فلازم أحفظ كبي اس دي مشان يضل التحديد محفوظ، مشان أقدر أسترجعه من نفس الصورة، تمام؟ طيب هلا نحن هلا أخذنا كيف نحدد صورة بأشكال هندسية، نحدد صورة بأشكال سواء بالماجنتيك تول أو بأدوات القطوع أو أي أو شيء أو أي شيء. تعلمنا كيف مثلا إذا أنا عندي التحديد حف شوي لبرا مثلا، كيف أنا بدي أرجع ضبط التحديد بحيث إني ما أرجع عيد التحديد. أخذنا كيف بنحفظ التحديد. طيب أخذنا شوية إضاءة، هلا أنا ما حكمل بالإضاءة، حناخذ عليها درس ثاني، حناخذ عليها درس للإضاءة. بس لنفترض أنا عندي مثلا هذا الشكل، خلينا على ماروكو نفسها، خلينا على ماروكو نفسها. قال انا حابه احدد ماروكو بكبسه زر، فيني؟ فيني بس مو بكل الصور فيني. كيف يعني؟ قال في صور بيكون فيها تدرجات لونيه كثير كبيره، يعني مثلا احمر اصفر اخضر كثير. هلا هي الصور اكيد ما فيني، بس اذا انتم بتلاحظوا بصوره ماروكو في شيء مميز، حدا قفشه؟ ما بدي اللي بيعرفوا فوتوشوب يحكوا لي ما بيعرفوا. حدا لاحظ في شيء مميز بصورة ماروكو؟ الحواف كلها
تمام، انه الباك، هي شغله انه الباك جراوند كلياته بلون واحد، فمعناها انا فيني باداه روح حدد بكبسه زر، باداه هي اداه العصا السحريه بشكل سحري بروح بحدد الصوره كلها. قال منين بحصل عليها؟ في عنا هي اداه العصا السحريه الماجيك تول، بما انه لون الباك جراوند كلياته بلون واحد بكبسه واحده تحدد الشكل كله. تمام. طب انا حروح حدد اداه تحديد الانقاص، روح اكبس عفوا الجمع وروح اكبس هون، فحددت كمان المنطقه هاي. طيب قال بيجي بتفاجئ انا وقت هلا بدي اروح اسحب التحديد، انه راح انسحب معي التحديد كله الا التحديد اللي انا بدي اياه. فانا شو بدي اعمل هون؟ بدي اعكس التحديد. كيف؟ قال في عنا هون من سيليكت في عنا شيء اسمه انفرس، عكس لي التحديد. فانا صار هلا اذا رحت سحبت رح اسحب صوره ماروكو لحالها بدون ما اسحب الاطار. طبعا الاختصار تبعها هي كنترول الت اي، عفوا شيفت كنترول اي. تمام. انا برايي احفظوا اختصارات اسهل لكم بالشغل، اسهل من انه كل مره تروحوا على القائمه. طيب معناها احنا قدرنا ننقلها. قال طيب مثلا نفترض انا عندي صوره هيك، مثلا هيك اخذه هذا الشكل. هلا هذا فيني حدده شيء اداه الماجنتيك مثلا؟ اكيد لا، لانه انا شوف وقت اكبس على هي الاداه شوف شو رح يتحدد عندي، حدد معي هذا الجزء. طيب مو نحن قلنا قبل شوي انه هي بتحدد لي الاجزاء اللي لها نفس اللون؟ طب كيف حدد لي هون سماوي غامق فاتح بعدين مايل للابيض؟ شو صار؟ قال في عندنا هون شيء اسمه توليرانس. قال هي اخذ قيمه 32. شو يعني 32؟ يعني هلا انا رحت كبست كبسه هون بالنص، انا نحن عم بكبس على بكسل، صح ولا مزبوط؟ انا عم بكبس على بكسل، فانا وقت كبست على هذا البكسل حياخذ لي 32 تدرج لوني اعلى منه و32 تدرج لوني اقل منه. يعني انا كبست على بكسل لونه ازرق فحياخذ لي تدرجات 32 تدرج لوني اعلى من هذا الازرق واقل، بس هو ازرق. فمشان هيك انا وقت كبست اعطاني هيك هذا التموج. طيب قال انا اذا رحت قللته حطيته 10 مثلا فرح يقل، لانه هو اخذ 10 بكسلات ب 10 تدرجات لونيه اعلى ب 10 تدرجات لونيه اقل. تمام. هلا اذا رجعنا لصوره ماروكو بنلاحظ انه ما عندنا تدرجات لونيه، ما عندنا، خلص باك جراوند لونها سكري وخلص، كبست كبسه واحده قدرت احددها كلياتها. طيب اذا اجينا فتحنا هي الصوره، هلا هي الصوره بالاساس هي محدده، بالاساس عاملين لها شفيفه ومحدده، فانا فيني ببساطه انقلها. فانا هلا حروح انقلها على خلفيه لونها بيضاء، حنقلها لهون وحصغرها. وحادمج هي كنترول ايده مشنا. تمام. هلا لاحظتوا هون في قفل ناح الطبقه نسيت احكي عنه. هلا اذا اجيت على الموف تول اجيت بدي حرك ليك طلع لي ايرور انه انت ما فيك تحركي لانه انت اصلا قافله الطبقه تبعي. طب انا كيف افك القفل؟ قال بعمل دبل كليك على القفل بقوم فك القفل، فانا فصلت الصوره عن الباك جراوند. لاحظوا. تمام. قال انا عندي هي الصوره. هلا السؤال اللي كنت عم تساليني اياه قبل شوي انه ما فيني قيم الحواف تبع الصوره، طب حنقيمه هلا هون. انا رح فك القفل، اول شيء فكيت القفل مشان اقدر افصل الشجره عن الباك جراوند تبعها. حنفترض هي الشجره كلوجو، اعتبروها لوجو ومدموجه بطبقه لونها بيضاء. طب انا بدي افصل هي الطبقه عن اللوجو، شو بعمل؟ شو بعمل؟ بحدد اللوجو. هلا اذا كان حواليه كثير تدرجات لونيه بحدد اللوجو، بس اذا كان ما في حواليه تدرجات لونيه فانا بحدد الخلفيه مثل هون. هلا هون اذا انا بدي اروح حدد الشجره، تعال حدد الشجره، منطقي؟ معقول انا اوصل لهي الاجزاء الصغيره بدي اقعد احددها؟ مو منطقي اكيد. فانا الاسهل الي بهيك صوره شو اعمل؟ روح حدد الباك جراوند. فانا حروح على اداه العصا السحريه وبكبسه زر واحده حددت الخلفيه، فهلا صار فيني روح على المحايه كبر حجمها وامسح. فشو صار هلا هيك؟ اذا رحت حفظت الصوره كبي ان جي فهو قام لي الاطار الابيض واحتفظ لي بس بالصوره. طبعا انا هلا اذا رحت عملت زوم فيني طبعا باداه الهيبقه اخذ قيم هدول الفراغات. تمام؟ فيني قيمهم. ايه هلا هون ليش ما عكست التحديد انا؟ لانه انا هون ما بدي انقل التحديد،
يعني انا ما عندي صوره بدي انقل التحديد تبعها لغير صوره لعكس التحديد، لا، وانما انا الصوره اللي عم بشتغل عليها محدده الخلفيه انا بدي اصغر الخلفيه من الصوره، فانا مشان هيك ما عكست التحديد. فبس هلا بقى انا شو بعمل؟ بعد ما بس ارجع مثل ما كنت، بعد ما حددت صفة هلا بالمحايا بقى بقيم التحديد، تمام؟ طيب قال في عنا كمان اداه اسمها الكويك ماجيك. قال شو بتعمل؟ هافتح انا فايل جديد، هارسم دائرتين مثلا، دائره زرقاء دائره زرقاء هاخذها، وهاخذ دائره حمراء. هي زرقاء، ارجع لهون اخذ دائره حمراء. تمام، عندنا هذا الشكل. هلا اذا رحنا على اداه الماجنت، على اداه الماجيك تول، حددنا الابيض، عفوا خلوني ادمج، دمجنا، هلا صاروا كلياتهم بطبقه واحده. اذا اجيت حددت الابيض، حدد لي الابيض، عملنا كنترول دي، دي سيلكت، حددنا الاحمر، حدد لي الاحمر، حددت الازرق، حدد لي الازرق. قال انا ما حاعمل هيك، حروح اعمل زوم وروح حدد هيك بالنص. شو حدد لي؟ بكسل. طب ليش حدد بكسل؟ قال لانه انا عم حدد اصلا بمنطقه فيها لون احمر مع لون ازرق، فهو ما راح حدد لي اياهم التنتين، وانما شو راح حدد؟ راح حدد نحو ما انا كبست، تمام؟ لانه صار عنده هون لونين هيك ما لهم علاقه ببعضهم، انا عم بكبس عندهم، فهو ما عرف بده يحدد الجزء الاحمر ولا الجزء الازرق، قام حدد لي نقطه واحده. طب قال انا حروح على اداه الكويك سيلكشن تول، شو اعمل؟ شايفين هي الدائره؟ راح اوقف بالنص واكبس كبسه. ما زبطت، هروح وقف هون واكبر، ما زبطت، بدي اياه يحدد لي التنتين انا. ما عاد اخذها، طيب هل احنا اذا رحنا كبسنا هون بالنص فهو راح حدد لي الجزء الاحمر مع جزء من الازرق، إذا رحت كبست أنا هيك شو راح أعمل؟ راح حدد لي الأحمر مع الأزرق. طيب معناها هي أداة ال أداة الكويك شو بتعمل؟ إذا أنا رحت مثلا عندي تفاحة، التفاحة اللي إحنا إذا كانت مصورة ما حتكون كلياتها بتدرج لوني واحد، يعني أنا مثلا حيكون فيها أخضر فاتح غامق كذا إذا كانت لونها خضرة مثلا، فمعناها أنا إذا بروح بكبس على أداة الماجيك، خلينا نشوف هذا المثال. شوفوا هذا المثال. هدول المصدر هلا حأحكي لكم عنها بس هلا حقيمهم. بس مشان ما يزعجونا. هلا هذا المثال العملي حنطبقه، لاحظوا هي التفاحة، حروح حددها بأداة الماجيك تول أنا. كبست كبسة، شو صار؟ لاحظوا كل كبسة عم يحدد لي اللون الأخضر اللي نفس درجة اللون المتواصل. يعني شرط مثلا إذا أنا عندي بالصورة أحمر أو لون أخضر مثلا، نفس درجة اللون بعد قرنة بس مو موصولين مع بعضهم، ما بيوصلون مع بعضهم، وانما لازم يكونوا موصولين لحتى يحددون. مشان هيك وقت كبسنا على الابيض حدد لي كل المنطقه البيضاء، اذا في منطقه بيضاء ثانيه موصوله عنا ما حيحدد لي اياها لحتى اروح انا اقول له حدد لي اياها. طب لاحظوا اذا انا هيك كبست معقول هيك انا ضل قاعده عم حدد فيها؟ لا مشكله. قال بروح على اداه الماجيك تول اللي هلا حقول شو فرقها عنا، بكبس كبسه واحده حدد لي اياها كلها. طب شو صار حددت كلها؟ قال اداه الماجيك تول بتروح القرنه اللي انت عم تكبس عليها، مثلا انا كبست على اللون الاخضر، بياخذ كل شيء تدرجات لونيه حواليها وبروح بحدد لي اياهم، تمام؟ يعني انا بهي المنطقه في عندي اخضر فاتح وغامق وفاتح كمان، عندي بهي القرنه مثلا اخضر فاتح وغامق، مجرد ما كبست حدد لي كل شيء، لانه هي محتواي بكل تدرجات لونيه تبعه. عرفتوا شو الفرق؟ ولا عيد؟ عيد؟ شو فرق اداه الماجيك تول عن اداه الكويك؟ اداه الماجيك تول، لاحظوا هلا انا اذا رحت لهون على اداة هي وكبست كبسة، شو صار؟ اخذ لون واحد وحدده. هلا هي المنطقة اللي حدده لون اخضر بتدرج لوني يعني وحيد بالنسبة للكل ومتواصل، قام راح حدد لي. طيب اداة الماجيك تول قال لا ما بتعمل هيك. طب انا اذا بدي احددها هيك بدي ارجع اروح اكبس بقرنة ثانية، رد ارجع اكبس بقرنة ثانية، رد ارجع اكبس، لاحظ؟ طب هذا مو حل، يعني انا اخر شيء معقول هيك بدي ضل 50 كبسه لحتى حدد تفاحه؟ قال لا، بروح على اداه الكويك ماجيك بكبسه واحده حددتها كلها.
هي الدائرة حتاخذ لي كل شيء تدرجات لونية ضمنها وتمد لي تحتي، تمام؟ عشان هيك تحددت بكبسة زر وحدة، هذا الفرق بيناتهم. طيب عندنا هلا هذا البروجكت الصغير، هلا احنا شو حنعمل؟ حنروح نحدد هدول وننقلهم لهون. انا بس في ملاحظة حابة احكيها قبل ما بلش فيها. بس حسكر هدول مشان ما نضيع فيهم. ايه هلا هون ماركو محددة. لاحظوا شو حنعمل. انتو بتتذكروا وقت قلنا بأداة الموف تول، اذا انا عندي أداة الموف تول كبست عليها حملت نقلت لطبقة تانية، اذا رجعت لهون برجع بلاقي الصورة مثل ما هي اللي محددة. طب اذا انا كان بدي انقل صورة من نفس الصورة لنفس القرنة، لاحظوا اذا انا حملت هيك وسحبت اصل لي اياها اصل، ليش؟ اصلا انا بأداة الموف تول اذا بتقربوا بتلاحظوا انه في عندي صورة مقص عم يطلع. فانا اذا حملت وسحبت هيك شو صار؟ صفى مكانها فاضي. قال لا انا بدي احتفظ بالصورة نفسها بس بدي اعمل نسخة عنها. كيف؟ قال بيجي حدا بيقول لي ايه بسيطة روحي اعملي هيك وانقليها لهون، ردي ارجعي هي احمليها لهون ورجعيها لهون. او صار عندنا نسختين. هذا الحل منطقي؟ اكيد لا. قال شو بعمل؟ بكل بساطة بكبس على زر الت وبنقول، فصار عندي نسخة ثانية. برجع بكبس زر الت. نحن بماركو امه مو خالصين، صار عندنا ثلاث نسخ منهم، تمام؟ بس هي ملاحظة كنت حابة احكيها. طيب خلونا نحدد هذا الشكل. هلا انتم بدكم تقولوا لي كل شكل كيف بدنا نحدده. مثلا هذا الشكل كيف فينا نحدده؟ حاشتغله قدامكم انا وبعدين انتم حتشتغلوا عندكم. هذا الشكل العنب كيف فيني احدده؟ شو الاداة المناسبة اللي انا فيني احدد فيها العنب؟ كويك سيلكشن؟ حنجرب. شو برايكم؟ الماجيك. طيب اذا انا رحت عملت هيك بدات الماجيك مثل ما حكى عملنا هيك شو صار؟ تحدد كل شيء؟ تحدد كل شيء ابيض وضل كل شيء ما بدي، يعني اذا قلبت التحديد انا ورحت سحبت شو رح ينسحب؟ كل شيء. شو حنعمل؟ هي مضبوطه الاداه بس في حركه لازم نعملها. شوف شو رح نعمل. نحن ما اخذنا ادوات تحديد هندسيه. انتم بتتذكروا اول ما فتحته انا شو كنت حاطه؟ كنت حاطه خطوط. طب هاي الخطوط شو هي؟ هي مسطرة. كنترول ار بتطلع لي المسطرة، هي المسطرة بسنتيمتر. إذا رحت على أداة الموف تول بلشت تطلع هيك، لاحظوا أنا كنت وقت عم طبق هي الصور عم جيب هدول الفواكه وطبقهم، كنت متقصدة إنه يكون بيناتهم مساحات مربعة. لاحظوا؟ هلا هي بتنظم لي شغلي، يعني مثلا أنا كنت عم بستخدم أداة الكتابة بدي أكتب، فهي بتنظم لي شغلي إنه بكتب على سطر واحد، ما بيطلع كتابة طالعة كتابة نازلة كذا، بالذات إذا كل وحدة عم تكون على لير. تمام؟ فهي المسطرة أنا شو رح أعمل؟ حروح حدد هذا الجزء المربع. حددته. الكل معي. حددت هذا الجزء المربع. رح روح على أداة الماجيك تول وأقول له إنقاص التحديد، لاحظنا في فوق عندنا ثلاث مربعات، حناخذ إنقاص التحديد وهلا لك بس كبسة. عم تحددت معي. عرفتوا شو عملنا؟ فهلا أنا إذا حملت، عرفتوا شو عملنا؟ تمام حرد إرجعي. نحن شو عملنا؟ نحن في عندنا مسطرة. انا وقت حطيت مسطره، هلا طبعا هي مو ضروريه بس انا حاطتها بس لارجيكم شلون انا عامله تصميم الصوره بالاساس. راح اروح على اداه التحديد المربعه وراح اروح احدد هذا المربع. قبل شوي كانوا عم يقترحوا انه باداه الماجيك تول انا فيني احدد العنب، انا بحدد الخلفيه البيضاء وبحتفظ بالعنب، بس اللي شفناه صار شو اللي صار؟ انه راح تحدد كل شيء، يعني تحددت كل شيء خلفيه بيضاء عندي انا وصار عندي الفواكه كلياتهم محددين، بس انا ما بدي الفواكه، انا بدي العنب بس. فانا رحت حددت صار عندي هذا المربع، حروح على اداه الماجيك تول. نحن حكينا انه فوق في عندنا اربع مربعات، اول واحد بيسمح لي بتحديد وحيد، يعني اذا بحدد تحديد ثاني بكب القديم وبيحتفظ بالجديد، ثاني واحد رح يدمج تحديد يعني حيجمع لي اكثر من تحديد سوا، ثالث واحد حيقص لي التحديد، رابع واحد حياخذ تقاطع التحديد اللي عندي. انا رح اختار انقاص التحديد، رح روح على اداه على اداه الماجيك واكبس كبسه وحده. قام شو صار؟ حدد بس العنب. لاحظتوا؟ أنا رح أروح أحمله وأنقله. رح أعمل هلا كنترول تي وصغر حجمه، عفوا. لاحظتوا شو صار؟ وقت نقلته ما طلع على طبق جديد عندي. ما طلع على طبق جديد، قال كيف بدي أحطه بطبقة؟ هلا أنا إذا ما حطيته بطبقة شوفوا شو رح نعمل، ححطه هون وأعمل كنترول دي واضطريت رد أرجع أحرك حدد العنب. ما عاد يفيدني أداة الماجيك تول. لانه اذا رحت على اداه الماجيك تول رحت حددت هذا المربع
ورحت حددت أداة الماجيك تول. أصلاً أنا ما عندي، عندي ألوان متفرقة. شوف شو حيصير. يلا يلا مكمل هيك لآخر شيء وعم حدد. يا أما بدي أروح على أداة الماجنتيك وحدد العنب وما حيطلع تحديده كتير ظابط معي، أنا في كتير يعني حتعذب بالتحديد، وآخر شيء بيطلع ظابط بس حتعذب بالتحديد. قال لا أنا ححطه على طبقة لحالة، متفقنا خليه شغلنا كله طبقات. حرج على هون، بدي أحطه بطبقة جديدة. شو رح أعمل؟ هأعمل كنترول سي يعني نسخ، كنترول في لصق. عم شو عمل؟ صار عندي إياها بطبقة لحالة، يعني أنا إذا هلأ فكيت القفل عن الطبقة اللي تحت وخفيتها صار عندي إياها بطبقة لحالة. هلأ رح أخذه ونقله لعندي. تمام؟ هلأ إذا عملت كنترول تي صار فيني أشتغل. قال بيجي حدا بيقلي أنا أصلا ما بدي أحتفظ بنسخة من هاي العلب، ما بدي إياها، بدي كبة. شو بعمل؟ كنترول إكس، بعمل قص لصق بدل نسخ لصق، بعمل قص لصق هيك يعني. أنا محددتها، بعمل كنترول إكس كنترول في. قام شو عمل؟ أملي إياها وحط لي إياها بطبقة لحالة. تمام لهون؟ حدا فهم شي؟ رح أعمل كنترول تي وصغر حجمها. طيب هي الفريزة أو مثلا هي التفاحة كيف بدنا نحددها؟ لا حكينا هون كويك. طيب حنروح على أداة الكويك وأكبس بكبسة واحدة. لاحظتوا شو عم يصير؟ هذا لاحظ شيء؟ أنا واقفة على غير لاير، يعني أنا واقفة على لاير تبع الكرز وعم حدد التفاحة، طبيعي ما حتتحدد. قال أنا بروح بوقف على الباك جراوند اللي عندي إياها وبكبس كبسة. حكبر حكبرها بكبسة واحدة تحددت. تمام عشان آخذ تدرجات لونية أكبر. هلا رح أعمل كنترول إكس كنترول في. تمام؟ طيب بس أنا حابة أحكي هون ملاحظة. شايفين هذا التحديد اللي عندي أنا؟ في عنا هون شيء اسمه الريفاين إيدج. شو بتعمل هي؟ إذا كبسنا عليها هي كمان بتزبط لي التحديد بس مو مثل أداة الماسك. قال في عنا هون بالفيو بيقول لي كيف حتجي الشكل، يعني مثلا يا أمالي بحط لي حواليها ماسك كل شيء أحمر واللي أنا بدي إياه بلونه بيضل، يا أمالي الفيو مثلا بيروح بحط لي كل شيء أسود وبيخلي لي إياها محددة هيك، يا اما انا مثلا بروح بحط لي كل شيء ابيض حواليها بس لحتى اظبط تحديد التفاحه وبرجع لي اياها مثل ما كانت، يا اما اللي بيعكس لي الالوان بيساوي لي كل شيء اسود ابيض اسود وكل شيء بلون اللي انا بدي اياه ابيض مثل ما صار هون وراحت معالم التفاحه، يا اما اللي بيعمل لي اياها كشفيفه. طب انا رح اختارها كاسود مثلا هيك، هي اللي فيو اللي عندي. طيب هلا السموث شو بتعمل؟ قال انه انا مثلا اذا كنت محددة ورجيت ايدي بالغلط، انا عم حدد رجيت، فهي السموث شو بتعمل؟ كل شيء زوايا حادة بتنعمها. تمام؟ هلا هون ما عندي زوايا حادة فانا ما حشوف كتير تأثير عندي، بس لو كان عندي كانت حتنعم لي اياها. طب حجرب انا العب فيها نشوف اذا حنشوف تأثير. ما حنشوف كتير تأثير لانه هي اصلا ما عندي شيء ناعم. هلا هي بتفيدني مثلا انه اذا انا طلعت بالغلط ايدي وطلع هيك شيء حاد فهي بتنعم لي، فما عاد يبين كثير عندي مشكله. طيب الفيزر شو بيعمل؟ على الفيزر بيروح مثلا انا هون زدته مثلا لل 3.5، بيروح بيعمل لي 3.5 بكسل شفافين. لاحظوا اذا كبرته ما عاد بينت الصوره، صارت كثير شفافه. لاحظتوا؟ عم يعمل لي اياها شفافه من الاطراف. طيب الكونتراست شو بتعمل؟ قال بتشتغل عكس السموث والفيزر، يعني كل شيء انا كنت عم بشتغل فيه فوق بتروح هي بتعمل لي عكسه. يعني انا كنت فوق مثلا عم حاول نعم هي بتروح بتخشين، انا عم حاول فوق مثلا اني اعمل حواف شفافه هي بترجع بترجع لي اياهم. لاحظوا اذا هون كنا حاطين حواف شفافه هي شو بتعمل؟ عم تقيم الحواف الشفافه اذا لاحظتوا. بين لعندكم شيء؟ تمام؟ طيب الشيفت ايد شو بتعمل؟ بتكبر او بتصغر التحديد، كبرته هيك، صغرته هيك. تمام؟ طيب الراديوس هي شو هي؟ قال هي ما حشوفها هلا هون، هي مشان اذا كان عندي مثلا شعر فانه كثير محدده ب يعني التحديد كثير بده يكون دقيق، فمثلا انا اذا كنت على خلفيه لونها زرقاء وانا عم حدد شعر اسود، فهي شو بتعمل؟ بتصير مثلا اذا الشعر اسود فهي كل شيء حواليه ازرق بتكبه، فهي بتكب من الخلفيه، تمام؟ مشان يطلع عندي تحديد دقيق، هون ما رح نشوف ما حنقدر نشوفها. طيب تحددت عندي انا، رح اعمل كنترول اكس كنترول في، صارت عندي اياها بطبقه لحالها. هاحملها وحطها هون. اذا كنت حابه اعمل منها نسخ شو بنعمل؟
زر Alt ونعمل نسخ منه.